لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء المبارك أن يجعل جمعنا رغم التباعد واختلاف الأماكن أن يجعله جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم أمين. أسأله تبارك وتعالى أن نكون جميعاً ممن تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. اللهم أمين. نستفتح بالذي خير آيات من الذكر الحكيم من أخينا الفاضل أبو أيوب ممدوح، فلتفضل مشكورا مأجورا. الصوت أبو أيوب. وأرجو من الجميع أن يغلق الصوت فقط، يعني صاحب الفقرة هو الذي يتكلم فقط ولا يفتح الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. نرحب بالأخوات والإخوة جميعا في هذه الدورة وهذه الندوة العلمية التي تنظمها هيئة العلماء والدعاة في ألمانيا تحت عنوان أصول الاجتهاد لفقه النوازل تأصيلا وتنزيلا، وتزداد أهمية هذا الموضوع بالمحاضرين العلماء الأجلاء جزاهم الله عنا خير الجزاء، والذين بإذن الله تعالى سنستمع إلى كلماتهم، وبعد ذلك ستكون المناقشة والأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخوات والإخوة، تأتي أهمية هذا الموضوع حقيقة لتبين أن الفقه الإسلامي هو فقه حي يواكب الحياة ويضبطها ويشرف عليها، وليس فقط تراثا ماضيا انتهى، بل يعني وإن كانت نصوص القرآن والسنة يعني ليست قابلة للزيادة، إلا أن ضوابطها ومعانيها ودلالاتها كل ذلك يحتاج إليه العالم والمجتهد في أوقات النوازل خاصة. لذلك هي يعني دورة من الأهمية بمكان، لأنها فعلا تواكب الحياة. قبل أن نستمع إلى ضيوفنا الكرام وعلمائنا الأجلاء، نفتتح بكلمة من فضيلة الشيخ طه عامر رئيس هيئة العلماء والدعاة في ألمانيا، فلتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. أرحب بحضراتكم جميعا الإخوة والأخوات الكرام الحضور العلماء الأجلاء، وبطبيعة الحال أرحب بمشايخنا وعلمائنا الأفاضل، فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ سالم الشيخي، فضيلة شيخنا الشيخ كمال عمارة، فضيلة شيخنا الدكتور خالد حنفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، إنه سميع مجيب. في الحقيقة هذه الندوة تحتل أهمية كبيرة في هذا الوقت وفي كل وقت،
سيما في عصرنا وسيما في بيئتنا. وقد حملت هذه الندوة اسم فقه النوازل، وأذكر في هذا المقام عبارة للإمام الشافعي إنما أشار إلى عظمة هذه الشريعة وأشار إلى محاسنها وقدرتها على مسايرة المستجدات، فلا تقف مكتوفة الأيدي أمام حادثة جديدة ونازلة يسأل فيها العلماء وينتظر فيها الناس إجابات شافية، حينما قال: وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل الهدى فيها. ونحن مع هذه الندوة المباركة التي تحمل مجموعة من المحاور، في الحقيقة محاور تحتاج إلى أوقات كثيرة، وكنا في نقاش مع مشايخنا حول محاور الندوة، وكان الأصل أن كل محاضر يتناول محورين ضمن هذه الندوة، ولكن وجدنا أن ساعتين ونصف هو مجموع الندوة كلها أو وقت الندوة لا يفي بأي حال من الأحوال، فاكتفينا بمحور واحد فقط، وحتى هذا المحور لا يفي بحقه نصف ساعة، ولكن قدرة نعول على فضل الله أولاً ثم على توفيقه لمشايخنا في استعراض وتجلية هذا الموضوع بمحاوره في نصف ساعة، ثم تترك ساعة كاملة إن شاء الله عز وجل للنقاش والبحث. هذه الندوة إن شاء الله يعقبها مزيد من الدراسات ومزيد من الندوات التي تطلقها هيئة العلماء والدعاة بالتعاون مع المجلس الأوروبي للأئمة وبالتعاون أيضا مع مؤسسات عديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان مشايخنا وقلوبهم، ويعني أن يبارك في هذا الجمع النوعي المبارك في هذه الندوة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم، وإن شاء الله ننطلق مع هذه الندوة المباركة ومع فضيلة الدكتور علي فليتفضل. بارك الله فيكم مولانا وجزاكم الله عنا جميعا خيرا. نستفتح إن شاء الله تعالى أولى الحلقات وأولى المحاضرات مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ سالم الشيخ حفظه الله عضو المجلس الأوروبي للإفتاء، حول مقاصد الشريعة وأثرها في فقه النوازل. فضيلة الشيخ سالم الشيخ، أرجو منكم نصف ساعة وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى محاضر آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلتفضل شيخنا فضيلة الشيخ سالم مشكورا مأجورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد وأن يجري الحق والحكمة على لسانه يا رب العالمين. دعني أوقت الساعة فقط حتى لا تأخذ من وقتي ولا أخذ من وقتك. بسم الله يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة قائمين على هذه الدورة أو الندوة في هيئة الأئمة والدعاء في ألمانيا برئاسة أخي الحبيب فضيلة الشيخ طه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالهم دائما إلى خير، أن يجعل القبول والتوفيق والسداد هو يعني غطاؤهم ودثارهم إن شاء الله. هذه المداخلة أيها الأحبة المعنونة بمقاصد الشريعة وأثرها في فقه النوازل، وهي من الأهمية بمكان، لأنها ترتبط بأمرين اثنين كلاهما من الأمور التي تحتاج إلى بيان علمي تأصيلي دقيق. قد يصعب على الإنسان أن يمهد القول في هذه المسائل في هذا الوقت الضيق،
لكنني أحاول قدر المستطاع أن أظهر على الأقل مكنونة أو المقصودة من هذه المداخلة. ولعل من تمهيد القول أيها الأحبة أو من مشمولات هذا العنوان أننا ننطلق جميعا من مشهد فقهي لا يغيب على أحد، مشهد فقهي عام لواقع الأمة الإسلامية في داخل ديار الإسلام وخارج ديار الإسلام. هذا المشهد الفقهي يظهر لنا بكل وضوح أن المنتجات الفقهية المعاصرة المتعددة والمتنوعة والمتداخلة أحياناً وما يصاحب هذه المنتجات من حركة البحث العلمي والبحث الاجتهادي والفقهي ما زالت دون الاجتهاد أو دون المستوى المطلوب. السمت العام في تصوري الذي يغلب على حركة الإفتاء والاجتهاد يتسم بمجموعة من السمات في كل يوم تنضج وتقترب من الصورة المطلوبة إن شاء الله. هو سمت في الغالب في الحقيقة يتسم بما يمكن أن نسميه بحرق المراحل إذا جئنا على التعبيرات الفقهية السياسية، المراحل التي ينبغي أن تتبع في النظر أو الاجتهاد في النوازل المعاصرة. كذلك يتسم بكثرة التخريج على أقوال الفقهاء رحمهم الله على ما في تراثنا العظيم الفقهي، ويتسم أيضا باستعجال في النتائج الفقهية قبل مراحل التصور، التصور الابتدائي الأولي للمسألة أو للنازلة، فنجد من يستعجل ويفتي ويعطي الحكم قبل أن يستكمل أدوات التصور الصحيح للنوازل المعاصرة، خاصة أن النوازل المعاصرة هي نوازل معقدة ومتداخلة ومتراكبة ومتراكمة أيضا. أيضا هناك نوع من الاستعجال في يعني أو نوع من نقص بذل الجهد في مراحل الاستدلال والاستنباط المتعلقة بالنوازل المعاصرة. هذا سمت عام يعطي أهمية لهذه الندوة بشكل عام. ومداخلتي ستكون بإذن الله تبارك وتعالى في مجموعة من العناصر السريعة حتى أقترب إلى إيصال رسالة المداخلة. لا بد لي أن أنطلق ابتداء من تعريف مختصر سريع يفي بالمطلوب للنوازل وللمقاصد، ولن أتعمق في باب التعريفات لأن هذا ليس هو من مقاصد هذه المداخلة. المهم أننا ندرك أن المقاصد أو مفهوم المقاصد، حقيقة المقاصد بشكل عميق، هي الاتجاه الذي يسلكه المجتهد لفهم مراد الشارع ومقصود الأحكام الشرعية، الاتجاه أيضا الذي يأخذه لفهم المصالح، مصالح التشريع وأهداف التشريع وغايات التشريع. ولذلك كان من أيسر التعريفات ما ذكره شيخنا الشيخ الريسوني حفظه الله أن المقاصد هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها مصلحة العباد. وإن كان من تعريف فقد يعني اخترت تعريفا للإمام الشاطبي من خلال كلامه وليس من خلال نصه، بأن المقاصد هي المعاني القطعية التي شرعت الأحكام الشرعية أو الأحكام لأجلها والتي بها صلاح الدارين. وهذه المقاصد أحيانا تسمى بالمقاصد، وأحيانا نسميها بحكمة التشريع، وأحيانا نسميها بأسرار التشريع. فإذا المقاصد هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم. كل حكم من أحكامنا الشرعية، الأحكام التكليفية المعروفة، الإباحة والوجوب والندب والتحريم والكراهة، عند كل حكم من أحكامها هناك مقاصد واضحة شرعية وغايات تعود في آخرها مصالح على العباد، على العبد كفرد والأسرة والمجتمع والأمة والإنسانية جمعا. أما النوازل فهي جمع نازلة، والنازلة في الحقيقة، وهذا التعريف على فكرة هو يعني من أكثر تعريفات المالكية رحمه الله، أو الحديث عن كلمة النوازل للأئمة السادة المالكية، هم أكثر من اعتنى بهذا المسمى بعيدا عن مسمى الحوادث أو الوقائع. النازلة التي في الحقيقة هي التي لم نجد لها ذكرا، يعني ليس لها ذكر لا في النصوص الشرعية ولا في كلام الفقهاء، يعني كأن النازلة هذه نزلت الآن أو كأنها نزلت بعد أن لم تكن. فالمسائل النازلة في الأصل هي مسائل حادثة،
لم تقع من قبل، ولذلك كما قلت كان جمهور الفقهاء يسمونها بالحوادث أو يسمونها بالوقائع بالواقعات أو يسمونها أيضا بالمستجدات. المهم عندي في مفهومي النازلة أن النازلة تشتمل على ثلاثة معاني أساسية. المعنى الأول أنها واقعة الوقوع، المعنى الثاني أنها جديدة أي الجدة، والمعنى الثالث أنها ملحة أو فيها نوع من الشدة أي أنها تلح على طلب حكم شرعي. وذلك كان فقه النوازل عموما هو معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. وحكم الاجتهاد في النوازل كما هو في سابق علمكم جزاكم الله خير جميعا هو فرض كفاية، يعني الاجتهاد للنوازل هو فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على بعض أهل الاختصاص. أهمية فقه النوازل قبل أن أغادر هذا الباب تكمن في عدة أمور، لكن خلاصتها تعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الحديث عن فقه النوازل وما يتعلق به من مسائل وقواعد وأصول وضوابط أنه يظهر أن هذه الشريعة الخالدة باقية، وأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، بل أنها قادرة على أن تقدم الحلول لكل المستجدات والمشكلات والمعضلات في كل زمان ومكان. ففقه النوازل يتعلق بما يستجد، فالشريعة عندها قدرة كبيرة جدا على أن توجد عند كل مسألة أو واقعة حكما شرعيا محددا، كما ذكر الشيخ طه عن كلمة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني أن الحديث عن فقه الاجتهاد والتأصيل لفقه فقه النوازل والتأصيل لفقه النوازل هو يظهر لنا بوضوح أو هو مظهر من مظاهر التجديد الذي نتحدث عنه كثيرا في هذه الأزمنة. التجديد الذي نطالب به في الفقه وفي الشريعة مظهره في عالم الواقع، في عالم الشهود، في عالم الوجود، هو بمكونات فقه النوافل. فقه النوازل في الحقيقة هو الذي يعطي لكل نازلة في كل عصر حكما شرعيا، فهو الذي يجدد هذا الدين في كل زمان وفي كل مكان، ويظهر لنا صلاحية هذا الدين في كل زمان وفي كل مكان. المدخل الثاني أو الأمر الثاني قبل أن أدخل إلى أثر المقاصد هو ما يتعلق بأركان المقاصد أو أركان فقه المقاصد. وفي الحقيقة هذا الباب من الأبواب العميقة والمتشعبة يعني في علم المقاصد، لكنني يمكن أن أختصره في أمرين اثنين يعني بناء على بعض الترتيبات الفقهية الأصولية التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. أن نتحدث عن ركنين اثنين من أركان هذا الفقه الكبير العظيم، ركن يتعلق بقصد الشارع وركن يتعلق بقصد المكلف. يعني هذان ركنان لا بد للمجتهد من فهمهما فهما عميقا دقيقا، لا يمكنه أن ينظر المجتهد لا يمكن للمجتهد أن ينظر للنوازل المستجدة وللنوازل الحادثة في هذا الزمان وفي غيرها من الأزمنة وفقا لفقه المقاصد إلا أن يدرك بعمق قصد الشارع بجزئياته وما يتعلق بقصد المكلف بجزئياته. لأننا نحن نعلم أيها الأحبة أن من ما استقر عند العلماء أنه لا يمكن للمجتهد أن ينظر في المسائل وفي الأدلة الجزئية دون أن يكون مستبطنا للمقاصد أو القواعد الكلية. ولذلك أنا سأذكر فقط نتف قصيرة جدا في خاصة فيما يتعلق بقصد الشارع، لأن الفقه في هذا الباب هو فقه في المقاصد. فقصد الشارع أيها الأحبة يمكن من خلال جمع كلام الفقهاء أن يؤول إلى أربع مسائل أساسية. هناك ما نسميه بالقصد الابتدائي للتكاليف الشرعية، القصد الابتدائي الذي ابتدأت به التكاليف أي قصدته التكاليف ابتداء كل التكاليف الشرعية. هناك مقاصد ابتدائية لهذه التكليف، وهذه ترجع إلى أمرين اثنين، إلى حفظ أمرين اثنين، إلى الكليات التي نسميها بالكليات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، والترتيب هذا هو من الترتيبات المقصودة بالنسبة لي. وهناك ما يتعلق بالمصالح الثلاث، الضرورية والحاجية والتحسينية. الفقه في هذين الأمرين في الكليات الخمس وفي المصالح الثلاثة يعمق النظر في القصد الابتدائي للتكاليف الشرعية، والذي لا يعرف هذه الأنواع لا يمكنه ابتداء أن لا يعرفها بتقاسيمها وحدودها وضوابطها، لا يمكن أن يتكلم عن فقه المقاصد أو عن المقاصد.
النوع الثاني ما نسميه بالقصد الإفهامي، أن الشريعة قصدت أن تضع الأحكام الشرعية بشكل مفهوم، أو ما سماه ركز عليه الإمام الشاطبي في أمية هذه الأمة، لأن الشريعة تقصدت أن تكون التكاليف مفهومة لكل المخاطبين. الشريعة ترغب المكلف أن يدخل في التكليف، لكنه لا يمكن أن يدخل في هذا التكليف ما لم يسبقه الفهم، ولذلك الشريعة من مقاصدها تيسير الفهم للتكاليف الشرعية. ولذلك هنا جاء التقسيم من التكاليف والأحكام الشرعية ما كان هو من المعلوم، معلوم من الدين بالضرورة، تعلمه ضرورة، يعلمه الإنسان ضرورة دون تكلف، أو ما نسميه بالضروري من أحكام الشرع، أو المعلوم من الدين بالضرورة، والذي يعني له أحكام فيما يتعلق بمن ينكره ومن يجهله. والقسم الثاني الذي جعل الطريق إلى وصول إليه عبر الفقهاء وأهل الاجتهاد في كل زمان ومكان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك النوع الثالث ما نسميه بالقصد التكليفي، أي أن إذا فهم العبد التكليف فيجب عليه العمل بهذا التكليف. الشريعة قصدت إلى تيسير العمل بالتكاليف، ولذلك جاءت ما يتعلق بالمقاصد رفع الحرج وإبعاد المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، ولا يعني ضرر ولا ضرار، وأن الحرج مرفوع، وأن الشريعة أسست على رفع الحرج. لماذا؟ لأن قصدي أن يمتثل المكلف عمليا بالتكليف هو من المقاصد الشرعية. هناك القصد الأخير ما نسميه بالقصد التعبدي، القصد الامتثالي. فالمكلف إذا علم أن الشريعة إنما وضعت لمقاصد، وأن الشريعة أحكامها قربت إليه في الأفهام، وأنه ملزم بالعمل بهذه الأحكام، فعليه أن تكون هذه الأفعال أو هذه التكاليف أن يوديها وفقا لمقصد الشرع، وهو أن يكون لله تبارك وتعالى، أي أن يلتزم بالأحكام وفقا للمراد الشرع، يكون على مراد الله تبارك وتعالى، وعلى خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا ما سماه الإمام الشاطبي بموضوع إخراج المكلف عن، كما يقول، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. رابعا من المسائل أيضا المهمة في هذه المداخلة أن ندرك العلاقة بين الاجتهاد الأصولي والاجتهاد المقاصدي. المقاصد أيها الأحبة في أصلها هي جزء من منظومة العملية الأصولية الاجتهادية، هي جزء من منظومة الاجتهاد الأصولي. ولذلك كان الإمام الشاطبي رحمه الله في تجديده في كتاب الموافقات أنه أعاد المقاصد إلى البنية الأصولية. المقاصد جاءت فترة خرجت قليلا وابتعدت عن البنية الأصولية الاجتهادية، أي بنية أصول الفقه، فأعادها الشاطبي رحمه الله إلى أن تكون يعني أساس. وإعادة الشاطبي للمقاصد في البنية الأصولية جاء يعني مرماه ومقصده واضح، لأنه يقول بأن المجتهد لا يمكنه، يعني كما يقول هو، إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، يعني جعل المجتهد في وهو الملتزم بقواعد أصول الفقه لا يمكنه أن يتصف بالاجتهاد إلا بأن يتصف بوصفين اثنين، وصف يتعلق بالفهم ووصف يتعلق بالتطبيق والتنزيل. فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والتمكن من الاستنباط، أي الاستنباط الاجتهادي بناء على فهمه فيها. ولذلك العلاقة بين المقاصد والأصول أن المقاصد هي جزء من عملية الاجتهاد الأصولي، لكنها تأتي في مرحلة معينة وليست في مرحلة ابتدائية، تأتي في مرحلة سنبينها، تأتي عندها لا ينبغي للمجتهد أن يتجاوز هذه المرحلة دون أن يكون له صلة بالمقاصد. عموما إذا كان العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له أن ينظر في الأدلة الجزئية دون أن يستنبط الأدلة الكلية، فهذا دون أن يكون دون أن يستبطن المقاصد الكلية أو المقاصد الشرعية، فهذا يدل على الارتباط الوثيق بين الاجتهاد الأصولي واجتهاد المقاصد. وهنا يدفعنا هذا الكلام إلى ما أسميته في كتابي في المهارات، بما أسميته بمهارات الاجتهاد المقاصد، وقد حددتها في 7 مهارات أساسية لا يمكن للمجتهد أن ينظر في الأدلة الجزئية دون أن يكون متمكنا من هذه المهارات. المهارة الأولى مهارة الإلحاق بالكليات الخمس، أي أن كل مسألة سواء كان حكما شرعيا أو كان يعني مصلحة أو مفسدة مترتبة على الفعل على النازلة، تكون لديه القدرة على أن يلحق هذه المصلحة أو المفسدة بكلية من كليات الشريعة الخمسة. أيضا مهارة الإلحاق
بمراتب المصالح الثلاث: الضروري والحاجي والتحسيني. فينبغي أن يكون المجتهد لديه وعي دقيق جدا بإدراك المصلحة أو المفسدة بهذه المراتب الثلاث كما سيأتينا يعني بيانها. المرتبة الثالثة مهارات تتعلق بمهارات الموازنات بين المصالح والمصالح، إذا كانت المسألة تتعلق بين مصلحتين أو المفاسد والمفاسد أو المصالح والمفاسد، فتنتهي عندنا إلى خمس مهارات. ثم ينتهي المجتهد إلى مهارة سادسة وما نسميه بمهارة اعتبار المآل أو فقه المآلات، يعني ينظر يعطي امتدادا زمنيا في المستقبل للمصلحة أو المفسدة، فينظر كيف ستكون في المستقبل امتداد هذه المصلحة أو امتداد هذه المفسدة، وبناء على المتوقع من امتداد هذه المصلحة يمكنه أن يعطي حكما فقهيا. ثم يأتي للمهارة الأخيرة وهي مهارة تحقيق المناط. هذه المهارات السبع هي التي تمكن المجتهد من يعني إدخال المقاصد أو الاعتماد على المقاصد في العملية الاجتهادية. وسأضرب لكم مثال يعني سريع نحن عندنا في أوروبا على سبيل المثال. عندما نقول مثلا بالمسائل مثلا الفقهية المعروفة اليوم، مثلا موضوع مثلا الاقتراض بالقروض الربوية لشراء البيت السكني، الفتوى المعروفة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أو موضوع الاقتراض الطلابي على الساحة الأوروبية. فالمجتهد سيطبق هذه المهارات. ابتداء هو سيحلل المسألة، هذه مسألة الاقتراض مثلا لشراء البيوت، فيجد أنها مصلحة السكن، هذه مصلحة، ويجد موازية لها أو مزاحمة لها مفسدة الاقتراض الربوي، فلديه مصلحة ولديه مفسدة. فأول عملية سيقوم بها أن يلحق المصلحة الأولى بكلي من كليات الخمس، ويلحق المفسدة الربا بكلي من كليات الخمس، ثم يلحق درجة المصلحة في الضروري والحاجي والتحسيني للسكن، ويلحق درجة المفسدة المترتبة على الربا في الضروري والحاجي والتحسيني، ثم يعمل قواعد الموازنة، ثم ينظر إلى الامتداد، ثم يحقق المناط. هذا بشكل عام. الآن ألجوا في الدقائق العشر المتبقية إلى أثر المقاصد في الاجتهاد للنواز. كيف نعرف أثر المقاصد؟ إذا أدركنا أيها الأحبة العملية الميكانيكية أو عملية المسار الهندسة الاجتهاد، إذا أدركنا منذ أن تنزل النازلة على يعني تأتي إلى الفقيه أو المجتهد إلى أن يصدر الحكم ينتج لنا حكما معينا، سيمر المجتهد بعدة مراحل. ننظر أين تدخل المقاصد وفي أي مراحل خطورة تدخل المقاصد. هناك أربع مراحل أساسية هي خلاصة علم أصول الفقه، يعني في الدورة التي نعطيها في مهارات أصول الفقه هي أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى في النازلة، أي نازلة تأتي للإنسان، هي مرحلة التصور والفهم، أو ما نسميها بمرحلة تصوير المسألة أو تصوير النازلة، أي أن يكون المجتهد لديه تصور صحيح عن النازلة، لديه تصور صحيح عن الحادثة. اليوم نقول الاقتراض الربوي لأجل السكن في أوروبا، أو نقول إجهاض المرأة الحامل من إذا خيف عليها الموت أو خيف على تفقد عضو من أعضائها خيفة من استمرار الحمل، يكون أول لدينا تصور صحيح. إذا لم يكن لدينا تصور صحيح للمسألة قبل أن ننزل عليها الأحكام، سيكون المسلك الذي اتخذه صناعة الفتوى من البداية بدأت الانفراجة، فيذهب بعيدا عن الحكم الشرعي الصحيح. فلذلك أول خطوة للمجتهد هو تصور النازلة أو تصوير النازلة، يعني فهمها فهما صحيحا موافقا لقدر المستطاع لحقيقة النازلة، يعني يصعب أنك تقف على الحقيقة 100%، يعني هو تشخيص للنازلة على الواقع التي هي عليه. مثلا لما تسأل فقيه عن حكم الجلاتين الخنزيري مثلا، هذا اقتضى، أنا أذكر لما كتبت بحث الجلاتين اقتضى مني عمل جاد، لأن أنا أريد أن أبحث عن الجلاتين قبل أن، لأن القول الجلاتين الخنزيري والشريعة حرمت أكل الخنزير، فالجلاتين الخنزيري محرم. هذا التصور السذج، ما يسميه المناطق بالتصورات السذجة التي لا ينبني عليها أحكام. الجلاتين عندما يعني أتصوره تصورا صحيحا عندها يمكنني أن أتبع عملية الاجتهاد بعد ذلك.
فالناظر مثلا للجلاتين سيدرك حقيقة الجلاتين وأنه ليس هو لحم الخنزير وليس هو جلد الخنزير وليس هو عصب الخنزير، هو شيء آخر لا علاقة له بالمادة الأولى. يعني حكم مثلا العطور الكحولية وما فيها من الكحول، هل هي نجسة مثل الخمر أو ليس، هذا الذي يتصور ما هو العطور الكحولية، ما هو تركيبها والكحول الإيثيلي والأثر الذي يؤثره، هل هي العطور هذه مسكرة أم أنها مفسدة؟ هذه قضايا يعني تتعلق بالتصور، تصور القروض الطلابية مثلا في أوروبا، أو تصور مسألة الضغط الحادث مثلا في موضوع الحجاب في فرنسا أو غير ذلك. هذا يحتاج ابتداء إلى تصور صحيح، وهي مرحلة خطيرة جدا 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 كما قلت، ولا يمكن أن نصل للحكم ما لم يكن لدينا جهود مبذولة للتصور الصحيح. وخلاصة الأمر أن هناك مسالك شرعية للتصور الصحيح، قد يقف المجتهد على النازلة بنفسه، قد يسأل أهل العلم، قد يسأل أكثر من أهل العلم، قد يطلب دراسات لمراكز دراسات حول المسألة من ناحية السياسية أو ناحية الاقتصادية أو ناحية الاجتماعية حتى يدرك المسألة بشكل متكامل. المرحلة الثانية هي مرحلة التوصيف. انتهينا من التصور والتصوير، ننتهي إلى مرحلة التوصيف. الآن تصورنا الجلاتين على حقيقته، طيب هذا الجلاتين بأي مسألة من مسائل الفقه على الخارطة الفقهية المعهودة عند العلماء أين أضعه، أين مكانه بالضبط؟ هذا العقد، عقد القروض الطلابية، هل هو عقد ربوي أم هو عقد صحيح لكن فيه ما يسمى بالربط القياسي؟ البطاقات الائتمانية، هل هي عقد من أصلها ربوي أم هي عقد قرض صحيح لكن وجد فيها شرط فاسد ما يسمى بالشروط الجزائية؟ إذن أولا ألحق المسألة بمحلها الصحيح، موضعها الصحيح في الخارطة الفقهية، وهذا ما نسميه بمرحلة التوصيف. أعين صفة معينة للنازلة بحسب المعهود عند علماء هذا الفن. طيب إذا لم يكن لهذه النازلة معهود، عندها يعني يمكن أن نسميها نازلة جديدة جدا لم يرد أي نص بشأنها، ويمكن لها أن تعطى اسما جديدا عند 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 الأهل الاجتهاد. عموما إذا كانت النازلة وجدنا لها نظير مثل ما الآن الجلاتين، لماذا حكمنا بجواز أكل الجلاتين، بجواز استعمال الجلاتين؟ لأن الجلاتين عندما توقفنا على حقيقته في التصوير الأول وعجينا للتوصيف ألحقناه بما يسمى بمسألة الاستحالة، ومسألة الاستحالة مسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، وهي استحالة النجاسة إلى مادة أخرى لا علاقة لها بالمادة الأولى، لا في لونها ولا في ريحها ولا في طعمها ولا في أثرها. ولذلك هنا عادة في التصوير يعني في يعني ما في التوصيف بعد أن ننتهي للتوصيف، عادة ما يدخل ما يسمى بالتخريج، أي تخريج الفروع على الفروع أو وضع النازلة في محلها الصحيح، طبعا مع مراعاة الفوارق الدقيقة بين المسائل. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستدلال والاستنباط. أنا صورت المسألة بشكل صحيح، وضعت لها توصيفا فقهيا صحيحا، ألحقتها ببابها. يعني مثلا نحن يأتيك شخص يقول لك أنا ذهبت لصاحب محل أو شركة فاشتريت منه مثلا شيئا ما ووضعت عنده ساعتي أمانة، هو يقول لك هكذا أمانة، فتأخر هذا الرجل عن سداد هذا المبلغ، فذهب صاحب المحل فباع هذه الساعة، ويأتيك الرجل ويقول لك كيف يتصرف في الأمانة ببيعها دون أن يرجع إليه. نقول له أن هذه ليست أمانة، هذا رهن، هذا التوصيف الفقهي الصحيح هذا رهن. وذلك نحن نحكم على العقود والمعاملات والمستجدات بناء على توصيفات فقهية دقيقة. المرحلة الثالثة تأتي مرحلة الاستدلال والاستنباط، وها هنا يأتي موضوع المقاصد وأهمية موضوع المقاصد. هذه المرحلة هي المرحلة التي ينضبط فيها المجتهد بأدلة ما يتعلق بباب الأدلة الأصولية في علم أصول الفقه، وما يتعلق بدلالات الألفاظ في علم أصول الفقه، وما يتعلق أيضا حتى بالقواعد الفقهية ويعني وما هو نحو ذلك، هذا في الاستدلال. وها هنا تأتي الرؤية المقاصدية، ويأتي أثر المقاصد، ويأتي من هذا المدخل، من هذه الزاوية، وهو أن الفقيه عندما يأتي للنظر للأدلة ليستخرج الحكم ويستنبط الحكم، ينبغي له أن يتقيد في النظر إلى الاستنباط لهذا الحكم، يتقيد بثلاث مراتب من مراتب المقاصد. هنا تأتي أهميتها، أن يكون مستحضرا للمقاصد العامة، أي المقاصد العامة في كل أبواب الفقه، رفع الحرج، حفظ النظام كما يقول ابن عاشور،
العدل، هذه كلها مقاصد عامة في كل الشريعة. ثانيا أن يستحضر المقاصد الخاصة بذلك الباب، إذا كانت المسألة عقد يتعلق بالمعاملات هناك مقاصد للمعاملات، عقد يتعلق بالنكاح هناك مقاصد للنكاح، عقد يتعلق بالمأكول والمشروب هناك مقاصد شرعية لهذا الباب. إذن ينظر إلى المقاصد الخاصة بذلك الباب، ثم أيضا عليه أن يستحضر المقاصد الجزئية بتلك المسائل، هناك مقاصد جزئية معينة ينبغي أن يكون مستحضرها في كل مسألة، ما يسمى بالمقاصد الجزئية. إذن هنا يأتي موطن أو أثر المقاصد في الاجتهاد للنوازل. هنا في مرحلة الاستدلال والاستنباط يستبطن المجتهد الناظر في الأدلة الشرعية هذه الأنواع الثلاثة من المقاصد، المقاصد العامة للشريعة لا تغيب عنه، المقاصد الخاصة بالباب الفقهي الذي فيه المسألة، والمقاصد الجزئية المتعلقة بتلك المسائل ونظيراتها في الأبواب الفقهية. بعد أن ينتهي من هذه المرحلة نأتي إلى مرحلة التنزيل أو ما يسميه العلماء بتحقيق المناط، سواء كان مناطا عاما أي مسألة في حكم عام، أو كان مناطا خاصا أي بشخص معين. هل هذا يعني نقول مثلا حكم الإجهاض عند تحقق الضرر والمفسدة أو خوف الموت المرأة هو الجواز، هذا عام، لكن كيف نحققه في تلك المرأة التي سألت عندما نتأكد أن المناط قد تحقق فعلا في هذه المرأة، فنقول لها أنت ينطبق عليك هذا الحكم. وهنا يأتي أخطر أنواع المقاصد، هنا أخطر أنواع للتطبيقات المقاصدية في هذا الباب، ذلك أن الحكم الأخير الذي سينتج الذي سينزله المجتهد على واقع المسألة إما أن يكون حكم لا يعني حكما واحدا ليس فيه تزاحم بين المصالح أو المفاسد أو المصالح والمفاسد، فنسأل عن حكم أكل الجلاتين نقول جائز، أو حكم لو كنا مثلا نراه الحرمة نقول محرم، هذا حكم أصلي. حكم القروض من البنوك حرام، خرجنا العقود البنكية اليوم على القرض المحرم شرعا، هذا حكم واحد واضح ما في أي إشكال، يبقى فقط نراعي المقاصد بالمعنى الذي قلته، المقاصد العامة والجزئية والخاصة. والأخطر من ذلك أن تكون النازلة مشتملة على أكثر من مصلحة أو أكثر من مفسدة أو مفسدة ومصلحة فيها تزاحم، هنا يأتي التطبيق الدقيق لفقه المقاصد، لأن فقه المقاصد هنا سيعيننا على الترجيح. حكم شراء البيوت بالقروض الربوية هذه ليس حكم الاقتراض من البنك، حكم الاقتراض من البنك محرم، حكم الشراء البيوت لا، الآن هناك مصلحة السكن عند الحاجة أو عند الضرورة أو عند التحسين، وعندنا مفسدة الاقتراض الربوي. الإجهاض، حكم الإجهاض من حيث الأصل المنع والحرمة، الإجهاض محرم في الأصل، لكن حكم إجهاض الأم التي تخشى على نفسها من استمرار الحمل هذه تزاحمت فيه مصلحة الأم أو مفسدة مرتبطة باستمرار الحمل مع مفسدة قتل الجنين، هناك مفسدة قتل الجنين وهناك مفسدة موت الأم، هنا تأتي المقاصد لتوازن وترجح لنا أيهما نوازن. حكم استعمال الأدوات المحرمة في الطب مثلا أو في الأدوية الأصل أنها محرمة، لكن الآن تزاحمت مع مفسدة الأكل مع مفسدة المرض، هذا هنا يأتي دور علم المقاصد في هذه الموازنة، هنا يظهر الأثر. ولذلك خلاصة أثر المقاصد في النوازل يمكن أن نقول أنها تعود إلى ثلاث، وأختم هنا. أولا أنها تعين المفتي فيما لا نص فيه، تعينه إعانة كبيرة جدا للمقاصد لأنه سيتكي على المقاصد عندها. ثانيا أن الانضباط بفقه المقاصد يقرب المجتهد من مقصد الشارع الأصلي. ثانيا أننا لو التزمنا بفقه المقاصد وفقا للقواعد المقاصدية المقررة عند أهل العلم لا ضيقنا دائرة الاختلاف. أنا أذكر مسألة القروض الربوية أول ما قال بها المجلس الأوروبي كان الخلاف فيها متسعا، ولما بدأ كثير من العلماء يدركون حقيقة المصلحة وحقيقة المفسدة المترتبة في هذه المسألة بدأت تضيق، حتى أن مجمع فقهاء الشريعة وأنا عضو في هذا المجمع بفضل الله وأتشرف بالعضوية له، المجمع كان في رأيه الأول يميل إلى المنع ثم ذهب بعد ذلك إلى الجواز، وأكثر من قالوا في المنع ابتداء ذهبوا إلى الجواز انتهاء، وهكذا كثير من المسائل عندما نعود فقط لفقه المصلحة والمفسدة سنقترب أكثر وستضيق دائرة الخلاف أكثر فأكثر. طبعا أعتذر على هذه السرعة لكن أحببت أن أتقيد بالوقت وزدت على وقتي تقريبا 30 ثانية، أتبرع يعني لا أتبرع، هذه أسد الدكتور خالي يتبرع لي بها يعني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله تكون في الحوارات
مزيد من الإيضاح لكثير مما قيل، خاصة في باب التمثيل والتقريب، فهناك أمثلة كثيرة جدا على هذه القضايا. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا، جزاك الله عنا خير الجزاء، كفيتم ووفيتم. أشكركم أولا على الانضباط في الوقت، وأشكركم ثانيا على هذا العرض الرائع الوافي الكافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تفضلتم به. وقبل أن ننتقل إلى شيخنا فضيلة الشيخ كمال عمارة، أرجو من الإخوة والأخوات كل ما لديه سؤال يمكن أن يكتبه على الشات أو يحضره من الآن حتى ننظم الأسئلة بشكل يعني أحسن، حفاظا على وقتكم، وإن شاء الله يعني يكون فيه بركة في الوقت ويكفي الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى حول المداخلة الثانية مع فضيلة الشيخ كمال عمارة رئيس المجلس الأوروبي للأئمة، ومداخلته بعنوان بين فقه النوازل وفقه الحضور الإسلامي في الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا الفاضل الشيخ كمال أن التيسير والتوفيق والسداد، آمين. تفضل يا شيخنا. افتح الصوت يا مولانا فضيلة الشيخ كمال، افتح الصوت. إذا مسموع الآن؟ تمام. نعم، ألو، مسموع؟ مسموع نعم. تمام. نعم شيخ، تفضل. إذا أعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم جميعا على هذه الاستضافة وعلى الحضور. شكرا للشيخ سالم، جزاه الله كل خير على هذه الإفادة والإجادة. موضوعنا فقه الوجود الإسلامي في الغرب وعلاقته بفقه النوازل. في الحقيقة محاور هذه الندوة ربما ستلاحظون أنه سيكون هنالك تداخل فيما بينها، وهذا هو طبيعي باعتبار أن الموضوع له وحدة مضمونية ستلاحظونها في تفاصيل هذه المداخلة أو التي تليها أو التي سبقتها. إذا طبعا ربما يعني كالعادة في التناول العلمي لأي مبحث في أن يدخل إليها من خلال التعريفات اللغوية والاصطلاحية، لكن الشيخ سالم جزاه الله كل خير تطرق إلى ذلك، خاصة ما يتعلق في بتعريف النوازل فقها واصطلاحا والفقه كذلك، ولا يعني فائدة في الإطالة، لكن أشير فقط بسرعة إلى الفقه كما تعلمون هو الفهم لغة، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وإن كنت أخير في الحقيقة ذلك التعريف الذي تعلمناه في مرحلة التحصيل الجامعي وقد بحثت عنه، لكن للسرعة لم أقف على يعني مرجعه، فاعتمدت العلم بالأحكام الشرعية، ما وإن كان التعريف القائل بأنه استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أو الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يعطيه بعدا ديناميكيا أفضل. إذن هذا هو الفقه كما تعلمون، الحضور أو الوجود أو ما اشتهر أو ما اشتهر بالتعبير عنه بفقه الواقع. والمقصود به أنا اخترت له تعريفا لأن تعريف فقه الواقع قد يكون مختلفا، يعني تناوله من تناوله من المفكرين والعلماء أعطوه أبعادا عديدة، لكن ما يهمنا في موضوع فقه الواقع هو ارتباطه بعملية الاجتهاد الفقهي وإيجاد الحلول الشرعية للمشاكل المستجدة في الواقع الأوروبي. فاخترت له تعريفا اصطلاحيا بأنه العلم بمقومات وخصائص الوجود الإسلامي في البلاد الغربية والصعوبات التي تعترضه والقدرة على التفاعل الإيجابي معها، هذا ما اخترته في تعريف فقه الواقع. أما النوازل فهي جمع نازلة، لغة تدل على الهبوط والوقوع، فكل ما وقع حديثا أو جديدا فهو نازلة. واصطلاحا قديما كان يطلق عليها النازلة شدائد الدهر تنزل بالناس، ومن ذلك في أبواب الفقه مشروعية القنوط في النوازل. طبعا ليس هذا هو المراد في هذا السياق، ولكن المراد ما تم تعريفه في العصر الحديث من أنه إما أن يكون الوقائع أو الوسائل المستجدة والحادثة، أو أن يكون هو الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي. فيكون تعريف فقه النوازل كمركب لفظي دراسة الحوادث المستجدة واستنباط أحكامها الشرعية من خلال منهج فقهي يجمع بين العلم بالشرع والفهم للواقع.
هذا اختياري في الحقيقة في تعريف فقه النوازل، وهو يعني دراسة الحوادث المستجدة، أو بصيغة أخرى ربما يكون دراسة الحوادث المستجدة واستنباط أحكامها الشرعية من خلال إلحاقها بأصل أو تخريجها على فرع أو بنائها على قاعدة كلية أو اعتبارا لمقصد شرعي عام. ننتقل الآن إلى أصل الموضوع، وهو علاقة فقه الوجود الإسلامي في الغرب بفقه النوازل. هو عموما بغض النظر عن الواقع الأوروبي أو غيره من مظاهر من غيره من أنواع الواقع أو مجالات الواقع أو امتداد الواقع الجغرافي، بغض النظر عموما علاقة الفقه النوازي بفقه الواقع هي علاقة الجزء بالكل. فلا جرم أن فهم الواقع والاطلاع على خصائص النازلة أنه جزء مهم وشرط من شروط الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي. ونصوص الشرع وأقوال الفقهاء تفيض بما يشير إلى اعتبار الواقع في تكييف الحكم الشرعي بما يستجيب لمقتضيات هذا الواقع وملابساته، وبما يحقق مقاصد التشريع ومصالح المكلفين. بل إن الخصائص العامة للإسلام، نحن نعرف أن هنالك خصائص عامة للإسلام من أهمها الشمول والعموم، هذه الخصائص العامة في الحقيقة تقتضي استجابة الفقه لمستجدات الواقع ونوازل كل عصر. وقد أشار إلى ذلك الشيخ سالم في مقدمته عندما تحدث عن فقه النوازل وعلاقته بقاعدة صلاحية الإسلام أو الشريعة لكل زمان ومكان ولكل عصر. ولعل تلك القاعدة المشهورة المعبر عنها بالحكم على الشيء فرع من تصوره أو فرع عن تصوره، لعلها يعني تعبير قاعدي، لعله تعبير قاعدي فقهي يوضح أهمية هذا المعنى، وأن فهم الحادثة موضوع الاجتهاد وتصورها تصورا علميا دقيقا يقوم أو يجب أن يقوم على الوقائع والحقائق لا على الظن والتخمين. طبعا اعتبار الواقع في استخراج الحكم الشرعي العملي من دليله التفصيلي أو في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، اعتبار الواقع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملموسة ملحوظة، ولا داعي في التفصيل فيها ويعني وذكرها كثيرا سرد الآيات والأحاديث، لكن يعني هي معروفة مبينة، ولكنها واضحة بشكل مباشر في أقوال كثير من الفقهاء وكذلك في الممارسة الفقهية التاريخية. لقد تبين الارتباط الوثيق بين فقه النص وفقه الواقع باعتباره أحد العوامل التي ساهمت في تطور الفقه وازدهاره في العصور القديمة. وعبر الأئمة رضوان الله عليهم عمليا عبر التفاعل مع مستجدات عصرهم، ونظريا كذلك عبر التأصيل والتقعيد كما سيأتي معنا بعد قليل في ذكر بعض أقوال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء الأئمة يعني حققوا ذلك الازدهار العظيم للفقه في تلك العصور بسبب ارتباطهم بواقعهم وتفاعلهم معه عمليا في عملية الاجتهاد الفقهي أو على مستوى التأصيل والتقعيد لاعتبار الواقع ومراعاة المستجدات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين هذا السفر البديع، يقول في تعبيرا واضح وكأنه يتكلم بلغة عصرنا: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به أو حتى يحيط به علما. إذن أحدهما قال فقه الواقع، فهو عبر بهذا المصطلح الرائج اليوم، وكان في الحقيقة هذا التعبير لابن القيم كان نوعا من الابتداع في الاصطلاح في ذلك العصر الذي عاش فيه. أما النوع الثاني يقول فهو فهم الواجب في الواقع، وهنا فهم الواجب يقصد به الإمام ابن القيم رحمه الله فهم النص، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه
أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يطبق أحدهما على الآخر. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرا أو أجرين، يعني لم يعدم أجر الاجتهاد إذا أخطأ، ولم يعدم أجر الاجتهاد والإصابة إذا أصاب. فيقول بعد ذلك تقريب بعدة مواد بعدة صفحات، يقول استكمالا لهذا التأصيل والتقعيد الجميل، يقول: ثم يطابق. إذن هو تحدث فقه، تحدث الإمام رحمه الله عن فقه النص وفقه الواقع. ما ذكرناه من كلامه هو ضبط لمسألة فقه النص وفقه الواقع. ثم يقول: ثم يطابق بين هذا الواقع والحكم الشرعي، فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. إذن هنا واضح جدا ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى عناصر العملية الفقهية. العملية الفقهية عناصرها الأساسية كما يقول ابن القيم، وكما هو يعني واضح على مستوى الواقع، هو فقه النص وفقه الواقع وفقه التنزيل. فقه التنزيل يعني العلاقة بين النص والواقع. أما فقه النص فليس من اختصاص في الحقيقة ورقتنا أو كلمتنا، لكن نشير إليه سريعا. فقه النص هو دراسة النص الشرعي دراسة أولية مجردة، من حيث الورود ومن حيث الدلالة، بناء على القواعد الأصولية اللغوية والقواعد الأصولية التشريعية. وطبعا المقصود من حيث الورود هو علم الجرح والتعديل ومعرفة صحة الحديث، والدلالة هو المقصود به دلالة النص على الحكم كما قلنا، بناء على القواعد الأصولية اللغوية والقواعد الأصولية التشريعية. ويندرج ضمن هذا الإطار ما يعرف بتنقيح المناط، وهو دراسة نطاق النص وتحديد الأوصاف المؤثرة في الحكم واستبعاد الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم. فقد يأتي نصا أو حادثة أو حكما تتعلق به أوصاف كثيرة بعضها لها اعتبار في استخراج الحكم الشرعي، وبعضها ليس له اعتبار في استخراج الحكم الشرعي. هذا يسمى تنقيح المناط. تخريج المناط كذلك داخل في إطار فقه النص، ومعناه الاجتهاد في استنباط علة حكم من نص لم يرد عن الشارع فيه بيان لعلته، لا صراحة ولا إيماء. ويتم تخريج هذا المناط عبر المسالك الأصولية المعتمدة المعروفة في مسالك العلة. إذن هذا هو فقه النص، ليس من بابنا، ربما يتطرق إليه الشيخ خالد فيما بعد. ولكن العنصر الثاني من عناصر العملية الفقهية هي فقه الواقع، علما أن هذه الثلاثية، ثلاثية فقه النص وفقه الواقع وفقه التنزيل، عبر عنها الشيخ الدكتور عبد المجيد النجار حفظه الله تعالى في كتاب جميل جدا من جزئين أصدرته أو صدر في سلسلة الأمة، وسماه فقه التدين فهما وتنزيلا. فقه التدين فهما وتنزيلا، وقد توسع فيه حفظه الله تعالى، توسع فيه توسعا كبيرا وجميلا في باب فقه الواقع. ومقصده من التدين هو الاجتهاد البشري في الدين. فالنص هو دين، والتعامل البشري مع هذا النص استنباطا واستغراجا واجتهادا وتنزيلا هو تدين. والتدين هذا له جزءان: جزء متعلق بالفهم وهو الجانب النظري، وجزء متعلق بالتنزيل وهو جانب عملي. إذن نحن جوهر الكلمة هذه هو فقه الواقع، وجوهر جوهرها هو فقه الواقع الأوروبي. كما ذكرت في تعريف الواقع باعتباره مركبا لفظيا، قلت أنه قد يطلق فقه الواقع ويراد به أمور مختلفة. عندما ترى مثلا تعريفات بعض العلماء للواقع كالإمام الألباني رحمه الله تعالى أو غيره، تراها بعيدة جدا عما نحن بصدده اليوم من تناول لهذا المركب اللفظي باعتباره جزءا لا يتجزأ من العملية الفقهية، من استخراج أو من تقريب الشريعة أو تنزيل الشريعة على فروع الواقع. إذن يطلق فقه الواقع ويراد به أمورا مختلفة.
لكن مقصودنا في هذا المجال هو ما كان له تعلق مباشر بالاجتهاد الفقهي، أي لإيجاد الأحكام الشرعية الفقهية للحوادث المستجدة. كما ذكرت قبل قليل اخترنا أن نعرفه بأنه العلم بمقومات وخصائص الواقع الأوروبي ودراسة مستجداته ونوازله والقدرة على التفاعل الإيجابي معها، أي مع هذه المستجدات وهذه النوازل. من خلال هذا التعريف أيها الأخوة والأخوات يتبين لنا أن فقه الواقع ليس مجالاً من مجالات اختصاص الفقهاء والأصوليين فقط، بل إن فقه الواقع كجزء من العملية الاجتهادية الفقهية يشمل كل الاختصاصات المتعلقة بمجالات الحياة، فيندرج تحتها الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية، بل يندرج تحتها كل ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي نازلة أو حادثة يراد بيان حكم شرعي فيها. مما يؤكد في هذا المجال في الحقيقة مما يؤكد الحاجة إلى الاستعانة بالمختصين من المسلمين أو حتى من غير المسلمين في هذه المجالات والبناء على أقوالهم ودراساتهم وبحوثهم. وهذا كذلك يبرز مسألة أخرى وهي أهمية الاجتهاد الجماعي والمجامع والمجالس الفقهية باعتبارها السبيل الأنسب والأصح لتحقيق العلم الدقيق بالواقع والفهم السليم للنوازل، بما يضمن في الحقيقة اتخاذ الرأي المناسب بخصوصها. ويمكن هنا أن نبين مجالات فقه الواقع الأوروبي باعتباره ينقسم إلى واقع عام وواقع خاص وواقع كلي وواقع جزئي. وهذه التصنيفات أو التقسيمات أيها الأخوة هي في الحقيقة تقسيمات إجرائية، يعني منهجية فقط لتبسيط عملية التناول أو لكي يكون التناول للواقع الأوروبي على مستوى الفهم والتصور وعلى مستوى التعامل الواقعي كذلك شاملاً وكاملاً. فهي تقسيمات منهجية إجرائية يمكن أن يتخذ أو يمكن أن يبحث في تقسيمات أخرى. أنا اخترت أن ينقسم أو أن نقسم الواقع الأوروبي عند النظر فيه فيما يتعلق بالبحث الفقهي والاجتهاد الفقهي إلى واقع عام وواقع خاص وإلى واقع كلي وواقع جزئي. أما الواقع العام فنقصد به واقع أوروبا العام باعتبارها كلاً جغرافياً أو وحدة جغرافية سياسية واجتماعية متكاملة فيما يتيسر بيان معالم الوحدة فيها. إذن واقع أوروبا العام التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من مجالات الحياة وواقع الوجود الإسلامي الأوروبي فيها وخصائصه وتنوعه وتوزعه وطبيعة التحديات التي تعترضه، هذا نسميه بالواقع العام. ممكن نقول بلفظ آخر هو المشترك الأوروبي، يعني فهم الواقع الأوروبي يجب أن يكون أولاً في فهم المشترك الأوروبي فيما هو مشترك في الواقع الأوروبي على امتداده الجغرافي وعلى تنوعه التاريخي والعرقي، ما يمثل وحدة مشتركة أو عناصر مشتركة فيه. ثم الواقع الخاص، والواقع الخاص المقصود به واقع كل بلد أو منطقة جغرافية معينة محل النازلة ودراسة خصائصها الذاتية وما تتميز بها عن غيرها من المناطق الأوروبية. فنحن نعلم وأنتم تعلمون وكلكم يعني من خلال هذا يعني من معايشتكم للواقع الأوروبي أن هنالك خصائص عامة في الواقع الأوروبي طبعا، لكن هنالك خصائص تتميز بها، مثلا لنضرب مثالا تتميز بها المنطقة الاسكندنافية، وهنالك خصائص يتميز بها كل بلد مثلا من بلدان المنطقة الأوروبية. فالتمييز بين الواقع العام والواقع الخاص في المجال الأوروبي والاستيعاب كذلك لكل هذه الأمور إن لم تكن شرطاً من شروط صحة عملية الاجتهاد الفقهي في الواقع الأوروبي أو النوازل الأوروبية فهي عنصر في الحقيقة مهم لا بد من الانتباه إليه. أما التقسيم من حيث الكلي والجزئي فنقصد بالفقه الكلي للواقع الأوروبي هو امتلاك معرفة واسعة ورؤية واضحة مبنية على معايشة وتجربة للوجود الإسلامي في الغرب. هذه الثقافة الواسعة
والرؤية الواضحة تيسر استحضار المقاصد العامة لهذا الوجود والمحاذير التي يجب مراعاتها عند الاجتهاد في إيجاد الحلول الشرعية للنوازل الأوروبية. هذا هو ما نقصد به الفقه الكلي للواقع الأوروبي. ثم الفقه الجزئي ونقصد به دراسة النازلة الفقهية بخصوصياتها وملابساتها الجزئية في إطارها الضيق. يعني إذا كانت هنالك أي حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل فندرسها في إطار خصائصها وحضورها ومميزاتها في إطار الواقع الأوروبي عموما، ثم في إطار الواقع الخاص ضمن جزئياتها التي وقعت فيها. أذكر بأن هذه تقسيمات يعني منهجية ولم أرى أحدا، يعني هذه اجتهادية منهجية لتسهيل عملية التصور لهذه المسألة. طيب، إذا تحدثنا عن الواقع الأوروبي باعتباره عاما وخاصا وباعتباره كليا وجزئيا، وإذا اعتبرنا أو تحدثنا عن الواقع الأوروبي باعتبار الاطلاع عليه اطلاعا دقيقا يحتاج إلى معاينة ومعايشة، فلا شك إذن أن امتلاك كل هذه الملكات والمعارف تقتضي تخصصا في المجال الأوروبي، أو تقتضي للفقيه أن يستعين بمن له تخصص في المجال الأوروبي، تقتضي كذلك شراكة واسعة بين الحقول المعرفية وتوظيف هذه الشراكة بين الحقول المعروفية لخدمة عملية الاجتهاد الفقهي في نوازل الواقع الأوروبي. وهذا يتوفر أيها الأخوة غالباً في المؤسسات الفقهية الأوروبية وعلماء الشريعة المقيمين فيها. لذلك نحن في الحقيقة على مستوى أفراد وكذلك على مستوى لجان وجماعات نركز دائماً ونؤكد دائماً ونحرص على تثبيت المؤسسات الفقهية الأوروبية كمرجعية أولى على الأقل للمسلمين في أوروبا. إذن قلنا إن الفقه في الحقيقة هو فقه النصي، هي في ثلاثية الفقه، فقه النصي وفقه الواقعي وفقه التنزيل. فقه التنزيل قد تبين لنا لاحقاً أو سابقاً عفواً أن لدينا حكما مستفادا من فقه النصي، أي من فهم النصي، حكما مستفادا من فقه النصي، وهذا يستعان فيه بالأدوات المعرفية الأصولية اللغوية والشرعية، وعندنا تصورا دقيقا مستفادا من فقه الواقع، وهذا يستعان فيه أو من أدوات لتحصيله كل المعارف والعلوم الإنسانية المتعلقة بالواقع. أما فقه التنزيل فهو تطبيق الحكم على الواقع، وقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: ثم يطابق، وقد ذكرناه قبل قليل كلامه، قال: ثم يطابق بين هذا الواقع والحكم الشرعي فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. إذن فقه التنزيل هو الخروج بالحكم من إطاره النظري إلى إطاره العملي، ومن نطاق النص إلى نطاق الواقع، أو هو كما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: المطابقة بينهما. ولا يعني أن هذا التنزيل هو تنزيل آلي، هو لم يكن الفقه يعني فقه التنزيل أو تنزيل الأحكام الشرعية على الأعيان أو على الحوادث أو النوازل لم يكن ولن يكون تنزيلاً آنياً، بل هو يراعي قطعاً ملابسات النازلة وحالات المكلف مما يقتضي تأجيلاً أو تعديلاً أو غيرها من صروف صرف الحكم أو أعماله. ولعل تحقيق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لفقه التنزيل يقربه من مفهوم تحقيق المناط. نحن رأينا أن مفهومي تنقيح المناط وتخريج المناط هما مفهومان متعلقان بفقه النص أساسا، أما تحقيق المناط فهو مفهوم متعلق بفقه التنزيل اختصاصا. وقد كان هذا المصطلح تحقيق المناط قاصرا على بحث العلة عند الأصوليين القدماء، فلو تتبعنا تعريفات لتحقيق المناط رأيناها
تتعلق بعملية جزئية لتعديل أو لتعدية العلة من الأصل إلى الفرع. ولكن جاء الشاطبي رحمه الله تعالى فخرج بتحقيق المناط من عملية جزئية لتعدية العلة إلى منهج واسع في تنزيل الأحكام ومراعاة الأحوال. وهنا أورد عليكم مقطعا مشهورا للإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله تعالى، يقول فيها: الاجتهاد على ضربين، الاجتهاد على ضربين، أحدهما يجوز أحدهما وأحدهما، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وهذا هو الأهم، وهذا هو مناط حديثنا. أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وهو الذي تتعلق به حقيقة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول وهو موضوعنا فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه، انظر يا رعاك الله ما معناه، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله. ثم يقول رحمه الله: فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفتن، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه، فإن العامية إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها، إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، إلى آخر كلامه في هذا التمثيل المبسط أو المبسط. وهذا التمثيل في مسألة جزئية متعلقة بالصلاة، لكن هذه قاعدة كلية يعني تتنزل على كل مناحي الحياة ومرتبطة بها. إذن كم الساعة؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ولعلكم قد انتبهتم إلى أننا ركزنا في أهمية الواقع في فقه، أهمية فهم الواقع الأوروبي في فقه النوازل. ركزنا على المسائل الفقهية أو النوازل وتنزيل الأحكام الشرعية عليها مما هو معلوم حكمه، ولكن هنالك بعض النوازل والحوادث التي ليس لها أصل وليست لها إشارة في الشريعة، فيرجع فيها إلى القواعد الكلية والمقاصد العامة للتشريع. فربما لاحظتم غياب هذا الجانب في هذا الكلام أو في هذه الخلاصة. بقي أن نلخص فنقول: خلاصة ما أردنا أن نقوله في هذه الورقة هو أن فهم الواقع عنصر أساسي من عملية الاجتهاد الفقهي وشرط لنجاحها. ثانيا: فقه الواقع له اعتبار شرعي في نصوص القرآن والسنة والقواعد الكلية والممارسة الفقهية على امتداد التاريخ الإسلامي. ثالثا: فقه الواقع الإسلامي في الغرب أشد أهمية وأكثر إلحاحا باعتباره واقع أقليات، وبسبب كثرة النوازل فيه وحالة الاستهداف التي يتعرض لها. رابعا: أهمية التعمق في دراسة الواقع الأوروبي واعتبار ذلك شرطا لنجاح الاجتهاد في إيجاد الحلول الشرعية للنوازل المستجدة. خامسا: تثبيت المرجعيات الشرعية الأوروبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الكمال على هذا العرض الطيب، وشكرا على هذه الكتابة وهذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماتك وبما تفضلت به جميعا يا رب العالمين. وأكد مرة أخرى الأسئلة إن شاء الله ليتها تكتب عبر الشات لمن لديه سؤال، والمداخلة الأخيرة قبل النقاش والأسئلة مع فضيلة مولانا فضيلة الدكتور خالد حنفي حفظه الله، رئيس لجنة الفتوى بألمانيا، وعنوان مداخلته: الكليات التشريعية وأثرها في فقه النوازل نازلة كورونا نموذجا. فليتفضل أستاذنا الدكتور خالد، مشكورا مأجورا مجزيا من الله خير الجزاء.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما توفيق إلا بالله، إليه أنيب. وبعد، فأجدد الشكر لهيئة العلماء والدعاة بألمانيا على هذه الدعوة الكريمة، كما أجدد الترحيب والشكر لحضراتكم جميعا على هذا الحضور والتفاعل والصبر على اللقاء والاستمرار فيه إلى نهايته إن شاء الله. وأشكر أيضا شكرا خاصا لشيخينا الكريمين، فضيلة الشيخ سالم الشيخ حفظه الله، وفضيلة الشيخ كمال عمارة أكرمه الله، وعلى ما تفضل به من عرض مهم وكلام قيم وركائز معتبرة في موضوع هذه الندوة. والحقيقة أنا في تحدي كبير الآن أن أتحدث بعدهما، أولا لأن في آخر المتحدثين، وقد أرهق المتابعون ب يعني طول الوقت وتدفق المعلومات وكثرتها، سيكون معي في تركيز أقل. وثانيا لأن جملة من الأفكار التي أريد أن أتمركز حولها قد وردت في خطابهم وفي حديثهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق إن شاء الله. التحدي الموجود الآن هو يعني كيف أعالج هذه الفكرة المعقدة، أعتبرها أو الصعبة، في هذه الدقائق الوجيزة، لأنها تحتاج إلى وقت أطول، لكن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأرجو من حضراتكم أن تركزوا فيها حتى نصل إلى خلاصة لها في نهاية الوقت إن شاء الله. لو تسمح لي أستاذ الدكتور خالد، موضوع يبدو الإنترنت الصوت عند فضلتك يقطع قليلا على ما يبدو، الإنترنت لديكم فيه أو يحتاج إلى تعديل. أول وتريدني يا مولانا من فضيلتكم، لما أبث هنا بدون أي إشكال، أنا الصوت منتظم والمشكلة؟ هل لدي فقط حد من الإخوة الحضور؟ لا واصل، أنا بالنسبة لي واصل الصوت، ما فيش مشكلة. هل هناك إشكال ولا هو كان عند الشيخ علي؟ بالنسبة لي الصوت الإخوة أيضا صوت زي. يبدو الإشكال عندنا أستاذ، نعم على ما يبدو. يعني أختي كانت واضح وفيها خلاف. نعم. موضوع الكليات التشريعية وأثارها في فقه النوازل والجائح، والتركيز على جائحة كورونا التي نمر بها، يمكن أن نلخصه في نقاط. النقطة الأولى أن التمركز حول الفروع والجزئيات هي إشكالية قديمة نظر لها وتحدث عنها عدد من الفقهاء والكتاب كالشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، الذي انتقد بشدة الغرق أو الإغراق في الفروع والجزئيات والغفلة عن الأصول والكليات، وكتب في كتابه الشهير عن أوضاع التعليم العربي الإسلامي في القرون الماضية، وقال إن التمركز حول الفروع والجزئيات هو أقدم فساد أوجب تأخر الفقه. وطبعا هو لا يقصد أن إهمال الفروع والجزئيات، ولكنه ينكر بشدة حصر مسائل الفقه فيها. وتحدث أيضا عن أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف علم الفقه حسب توصيفه عدم العناية بجمع النظائر والقواعد الفروع المتحدة بذكر الحكم الجامع بينها. تحدث عن هذا الموضوع أيضا الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله، وقال إن العقل المسلم متهم من خصومه بصفة الذرية، يعني عجز العقل عن التعميم ونزوعه دائما إلى تجزئة الإشكالات بحيث يتناولها ذرة بذرة. وأعتقد إن هذا الأمر واضح في تناولاتنا الفقهية وفي عمل المجامع الفقهية
المعاصرة إلى حد كبير، مثلا المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بعد أن وقعت جائحة كورونا خصص دورة كاملة ثم ألحقها بتتمة لها، عالج فيها أغلب المسائل الفرعية والجزئية التي عرضت على المجلس وشغلت الناس في هذا التوقيت، سواء منها ما يتصل بدائرة العبادات أو ما يتصل بدائرة المعاملات أو ما يتصل بأحكام التكفين والتغسيل وغير ذلك من المسائل الفرعية الكثيرة، فتاوى فرعية وجزئية كثيرة جدا، طبعاً مهمة لأنها تشغل الناس، ولكن القضية التي نتحدث عنها الآن هي ضرورة أن نرد هذه الفروع والجزئيات إلى كليات تشريعية تكون حاكمة عليها وترد كل المسائل وكل النصوص الواردة في النازلة أو في الحادثة أو في الجائحة، بما أن الجائحة تشكل حدثاً كبيراً عاماً يتفرع وينتج عنه مجموعة هائلة من الفروع والجزئيات. هذه الإشكالية عالجها الفقهاء قديماً بعلم القواعد الفقهية، يعني أرادوا بعلم القواعد الفقهية أن ينظموا الفروع وأن يردوها إلى كلياتها المتمثلة في هذه القواعد الفقهية الكلية، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها. ثم لما استمرت إشكالية التمركز حول الفروع والجزئيات عالجوها حديثاً بعلم النظريات الفقهية. علم النظريات الفقهية أيضاً علم يريد أن يأخذ الدراسات الفقهية إلى الحكم على الفروع والجزئيات من خلال النظرة الكلية الشاملة أو الكليات التشريعية، سواء للشريعة ككل أو لمنظومة الأحكام الفقهية ككل أو لحقل من الحقول أو ملف من الملفات أو موضوع من الموضوعات كالجائحة التي نمر بها الآن أو الطاعون الذي نمر به الآن. اليوم في تصوري أن الأمة في مجموعها إلا قليلاً تسقط أيضاً في هذا الإشكال، وينتج عن هذا الإشكال وهو التمركز في المعالجة أو النظر للقضية أو المسألة السياسية أو الدعوية أو الفكرية أيًا ما كانت، يتم النظرة الجزئية لها بمعزل عن كلياتها وعن الأمور المحيطة بها، فيحدث الخطأ في قراءتها وفي فهمها. إذن الكليات التشريعية التي نتحدث عنها نقصد بها الأصول والمعاني الكلية الثابتة بعدد من النصوص الشرعية وتصرف الشارع في شرع الأحكام. عندما نقرر أن حرية الاعتقاد مثلاً هي كلية تشريعية استفيدت من مجموع نصوص الشريعة واستقراء النصوص الآية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ومن ملاحظة تصرف الشارع في شرع الأحكام في الأبواب المماثلة على وفقها، وقابلنا هذا الوصف بقوانين الشريعة فتطابق معها وعرضناه على روح الشريعة والفطرة فتطابق معها، فأنتج كل هذا معنا مجموع النصوص الجزئية بالاستقراء، روح الدين أو الفطرة، توافق هذا المبدأ الكلي مع قوانين الشرع بشكل عام، قوانين الشرع العامة، كل هذا أنتج عندنا كلية اسمها حرية الاعتقاد التي استفيدت من قوله تعالى لا إكراه في الدين ومن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخره. هذه الكلية التشريعية يجب أن تكون حاكمة على أي نص جزئي في المسألة أو على أي حكم اجتهادي فيها أو على أي فرع فقهي فيها، لأن هذه الكليات أقوى عند الاستدلال والنظر من النصوص الجزئية، لأن النص الجزئي لا يسلم من الإشكال عند الاحتجاج أو عند الاستدلال به، فلا تلازم بين صحة الدليل وبين العمل به، لأن الدليل قد يرد عليه تخصيص تقييد نسخ إلى غير ذلك مما يرد على الدليل الجزئي.
أما الأصل الكلي فلا يرد عليه ما يرد على الدليل الجزئي أو النص الجزئي. وبالتالي إذا ثبت هذا التعارض بالفعل وكان تعارضاً حقيقياً فلا بد من نظر في الجمع ومحاولة التأويل، تأويل هذا النص الجزئي من بدل دينه فاقتلوه مثلاً ليتوافق ويتناغم مع هذا الأصل الكلي الذي ثبت وأكد على حرية الاعتقاد، مثل أن نقول مثلاً إن هذا النص أباح للحاكم أن يقتل من بدل دينه ولم يقتصر على تبديل الدين بل ضم إلى هذا تبديل الدين جرائم أخرى، فحمل السلاح وانضم إلى الجماعة المحاربة للمسلمين فاستحق القتل عقوبة على حمله السلاح والقتل لا على مجرد خروجه من الإسلام، بالنظر ليتوافق هذا التخريج مع هذا الأصل الكلي الذي أكد على حرية الاعتقاد. أود أن أؤكد هنا باختصار شديد على أن الحديث عن الكليات والدعوة إلى تفعيلها والرجوع إليها في الاجتهاد الجزئي والاجتهاد العام، سواء في النوازل الخاصة كجائحة كورونا أو الاجتهاد العام، لا يعني أبداً إهمال النصوص الجزئية أو التقليل من قيمتها وأثرها في استنباط الأحكام. والإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات اعتنى بهذه المسألة اعتناء شديدا وقال إنه من المحال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، ومن أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه فهو منتهن إلى تلك النتيجة. يريد أن يقول إن الكليات التي ندعو إلى تحكيمها وجعلها حاكمة على الجزئيات وعلى الفروع إنما استفيدت من مجموع الجزئيات، فلا يصح أن نحدث العكس فنجعل الفروع والجزئيات هي الحاكمة على تلك الكليات، وهذه مسألة طويلة. إذن نحن نريد في كل قضية من القضايا أو في كل باب من أبواب الفقه أو ملف عريض من الملفات كالجوائح والنوازل الطبية مثلاً أو الجائحية التي نمر بها مثل التي نمر بها الآن أو غيرها، أن نجمع لها مجموعة من الكليات التشريعية التي تكون حاكمة على كل ما يتصل بها، فيجب أن يتناغم الاجتهاد وأن تتناغم النصوص والفتاوى والتخريجات كلها مع هذه الكليات التي تتقرر والتي ننتهي إليها. وأسوق نموذجاً على هذا بالبحث الذي قدمته للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته 29 والتي خصصها لموضوع العلاقات الاجتماعية في السياق الأوروبي. الخلاصة التي قدمتها في هذا البحث أن الكليات الحاكمة والمؤثرة في باب العلاقات الاجتماعية هي كليات خمسة. عندنا مسائل فرعية كثيرة جداً في باب العلاقات الاجتماعية، هل يجوز للمسلم أن يصل جاره، أن يزور جاره غير المسلم، أن يعزيه، أن يسير في جنازته، أن يشاركه في احتفالاته الوطنية، في احتفالاته الاجتماعية الشخصية، ماذا عن المحرمات التي تعترض مثل هذه المشاركات ومثل هذه الصلات الاجتماعية، مثل وجود محرم من الطعام أو وجود خمر على المائدة التي سيجلس عليها. قبل النظر في كل هذه المسائل الفرعية يجب أن نعود إلى هذه الكليات التشريعية الخمسة وأن تكون مؤثرة وحاكمة ويرد إليها الاجتهاد والنظر في كل هذه المسائل الفرعية التي ذكرت طرفا منها قبل قليل. الكلية الأولى هي كلية البر والعدل، ويدل عليها قول الله تبارك وتعالى الآية التي تشكل دستوراً منظماً للعلاقة بين المسلم وغير المسلم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا خطاب عام محكم غير منسوخ
ينطبق على أصناف الملل والأديان جميعا، وهو أمر بحسن المعاملة والإكرام وبذل المال لهم وفاء وصلة وقربا. وقد استعمل فيه التعبير القرآن استعمل فيه التعبير القرآني في الإحسان إلى الوالدين، وهو البر. كلية الثانية هي كلية التعاون على البر والتقوى، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وإن وجدت الدوافع. الكلية الثالثة هي كلية الفطرة الإنسانية، ويدل عليها قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وصلة المسلم ومحبته وتعاونه وبذله لجيرانه ووطنه أمر فطري جبل عليه، وإن كان في مجتمع غير مسلم فلا يصح التشويش على مقتضيات الفطرة الصحيحة بالفهوم الخاطئة للنصوص الجزئية أو الأقوال الفقهية التراثية. الكلية الرابعة هي كلية الإحسان، ويدل عليها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم أخيراً الكلية الخامسة هي كلية البلاغ المبين، ويدل عليها قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. البلاغ المبين تكرر في القرآن الكريم 7 مرات، وتحقيق هذا البلاغ المبين والشهادة على الناس يقوم بصلات اجتماعية إنسانية فطرية، والإخلال بها إخلال بهذه الكلية، وهي كلية البيان المبين. نستطيع أن نكرر هذا النموذج باستخراج كليات تشريعية في كل قضية أو في كل باب من أبواب النوازل التي تنزل والمستجدات التي تقع. في باب المعاملات المالية على سبيل المثال، يمكن أن نجعل كلية تشريعية، وقد أبدع الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في تقرير هذه الكليات التشريعية العامة، لأنه كان متشبعاً بروح الشريعة. فعندما يتحدث مثلاً عن الكليات الحاكمة على المعاملات المالية، نجد كلية الرواج أو التداول. ألا يقتصر تداول المال على فئة محدودة من الناس وتبقى فئة شديدة الترف وشديدة الثراء وشديدة الغنى، لا نستطيع أن نعد الأصفار الموضوعة أمام ثرواتها، وهناك فئات بالملايين من البشر لا تجد قوت يومها. هذه النتيجة التي وصل إليها العالم اليوم. هذه كلية من الكليات الحاكمة على المعاملات المالية. كلية العدل، العدل في توزيع الثروة، في توزيع الأموال، في توزيع الأرباح، في توزيع المخاطر والخسائر. عندما أنظر مثلا في قضية مثل هذه، أنظر في قضية فرعية جزئية أو فتوى معروضة علي وأنا مستحضر ومستبطن لهذه الكليات، الصورة الترجيح يكون واضحا تماما بالنسبة لي. عرضت علي على سبيل المثال فتوى الأسبوع الفائت، أخ ذهب هو وعائلته إلى بنك إسلامي، أخذ منه عرض لشراء بيت في بلد أوروبي، والبنك التقليدي الأوروبي الذي لا يقول إنه بنك إسلامي، وهذا سيقدم له نفس المبلغ وهذا سيقدم منه نفس المبلغ، سيسدد المبلغ اللي هو حوالي 300,000 يورو على 10 سنوات. الفوائد التي سيسددها للبنك الذي يقول إنه إسلامي في خلال 10 سنوات 83,000 يورو، بينما المبلغ الذي سيسدد على نفس المبلغ في ذات السنوات بإضافيات أخرى من البنك التقليدي الربوي كم؟ 13,000 يورو. يعني الفرق بين القرض الأول أو النموذج الأول والنموذج الثاني كم ضعف؟ البنك الإسلامي بين قوسين كم سيأخذ من مقابل البنك الآخر؟ عندما أحاول أن أرد هذه الفتوى إلى هذه الكليات التي أستبطنها، لن أتردد في ترجيح التعامل مع
البنك الذي سيأخذ الفوائد والمبالغ الأقل على البنك الآخر، لأنه المقاصد والكليات التشريعية في أمر المعاملات المالية تجعلني أرجح هذا الترجيح، بل تقودني إلى البحث والنظر في الطريقة التي دفعت هذا البنك الذي يقول إنه إسلامي ليضاعف الفائدة هذا التضاعف، لأجد إنها أيضاً صورة وهمية شكلية بعيدة تماماً عن التصور الصحيح لشكل المعاملة المالية أو القرض المالي الذي يبيحه الشرع في الأصل. أدخل مباشرة بعد هذا التأصيل أو هذه الإشارة لأمر الكليات التشريعية إلى مقترح أضعه بين أيديكم، خاصة السادة المشايخ والعلماء، لمجموعة من الكليات التشريعية الحاكمة على الجوائح والطواعين أو جائحة كورونا التي نمر بها الآن. أنا أقول هذه مقترحات قابلة بطبيعة الحال للنظر، قابلة للإضافة، للتعديل، للمراجعة إلى آخره، لكن أنا الذي يعنيني هو تثبيت المنهجية والخروج من الغرق الدائم في الفروع دون وجود كليات تشريعية تضبطها وتحكمها. الكلية التشريعية الأولى حفظ الأنفس وتساويها، أن أرد كل اجتهاد وكل مسألة أنظر فيها وقعت أثناء جائحة كورونا إلى هذه الكلية، كلية حفظ الأنفس وتساويها، بمعنى تساوي نفس الكبير في السن مع الصغير، الرجل مع المرأة، الفقير مع الغني. لا أستطيع أبداً أن أميز نفس على نفس فأقول إنه أقدم في اللقاح الفئة التي تعمل على الفئة التي لا تعمل، أقدم الشباب الذين يساهمون في النهضة على كبار السن الذين لن يفيدوا المجتمع. فهذه كلية تساوي الأنفس في تقديم العلاج، في تقديم المساعدة، في تقديم الدعم المالي، في حفظها إلى آخره. حفظ الأنفس من أهم مقاصد الشريعة. بعض الأصوليين قدمه على حفظ الدين كالإمام الرازي والقرافي والبيضاوي وابن تيمية والإسنوي والزركشي. وهنا لابد من التأكيد على نقطة مهمة. صحيح أن جمهور الأصوليين والفقهاء على أن حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، وهذا هو الأصل، وهذا ربما هو الأرجح والأقوى دليلا، لكن تنزيل وتطبيق هذا الكلام على الفروع ومسائل وقضايا جائحة كورونا على سبيل المثال، أقول إنه التعارض لم يتم أو لم يقع بين ضروري حفظ الدين وضروري حفظ النفس، إنما وقع بين ضروري حفظ النفس وبين تكميل أو تحسين حفظ الدين. بعض العلماء مثلاً اعترضوا في فترة إغلاق المساجد على إغلاقها، وقالوا إن هذا يهدم كلية حفظ الدين التي تتقدم على كلية حفظ النفس، حتى لو حصل نقل للعدوى بفتح المساجد وإقامة الصلاة وإتمام. وبالمناسبة حتى فتح المساجد الآن وإقامة الصلاة على النحو الذي تتم فيه خاصة صلاة الجمعة لا يحقق الصورة الكاملة لإقامة الصلاة، لأنه ليس كل من يريد صلاة الجمعة حتى مع تكرير الصلاة في المسجد الواحد يتمكن منها. وبالتالي عندنا نقص في حفظ الدين بإقامة الصلاة على هذا النحو. أقول إنه حفظ الدين هنا قائم بالبدل، وهو صلاة الظهر بدل الجمعة في حال إغلاق المساجد أو في حالة عدم تمكن الناس مع فتح المساجد من إقامة الصلاة، إما لسنهم أو عدم وجود مكان لهم في الصلاة أو دور لهم في حفظ الدخول إلى الصلاة وإقامة الجماعة. وهذه الكلية أيضا الحفظ النفس الأنفس وتساويها تفيدنا جدا في حسم القضية أخذت مساحة كبيرة من النقاش، وهي الأولى باللقاح عند التزاحم أو الأولى بأجهزة التنفس عند التزاحم. كيف يمكن أن نقرر هذا الموضوع أو أنه نقول التساوي وحفظ الأنفس
وعدم التفريق بين الناس في أمر العلاج. المفاضلة والتقديم والتأخير يكون بحسب إمكانية استنقاذ المريض من الموت أو المرض أو غلبة الظن بموته أو عدم استفادته من العلاج مقابل حاجة غيره. فعندما أقول إنه أقدم الشاب في أخذ اللقاح أو في أخذ جهاز التنفس على كبير السن، لم أقدمه لأنه شاب وهذا كبير السن، إنما لأن كبير السن شارف على الموت ولا يوجد عندي إلا جهاز واحد ويمكن أن يستفيد منه هذا الشاب. فإن أبقيته كبير السن هلك ولم يستفد منه، وربما هلك الشاب أيضا، فما أنقذت للأول ولا الثاني. إذن المعيار الذي رجحت به هنا لا يخل بأصل المساواة بين كبير السن وبين صغير السن بغلبة الظن باستفادة الأول وعدم استفادة الثاني. كلية من الكليات التشريعية الحاكمة على الجوائح والتي يمكن أن تطبق لجائحة كورونا سلامة الإتيان بالمأمورات قبل حفظ ترك المنهيات. هذه نقطة مهمة ويعني أحس فيها يطول. الاتجاه الأصولي أرجحه أن جانب إتيان بالمأمورات أو الخطاب الشرعي بالتكاليف التي تدخل في دائرة الأمر واجبات أو مندوبات يجب أن يتقدم على دائرة المحرمات والمنهيات المتمثلة في الحرام والمكروه، والعناية بدائرة المأمورات وتتميمها وحفظها قبل العناية بدائرة المحرمات وحفظها وتسليمها. وعلى ذلك أدلة كثيرة، وموضوع اهتم به شيخ الإسلام ابن تيمية وشرحه تلميذه ابن القيم في أدلة كثيرة. ولا أود أن يفهم من كلامي في هذه العجالة السريعة أن تقديم جانب الأمر على جانب النهي يعني إهمال جانب النهي، أو أن نقول للناس افعلوا المأمور به وإن وقعتم في المنهي عنه أو المحرم. أبدا، تفت هذا التوجه تعني أننا إن حافظنا وسلمنا المأمورات سلمت لنا المنهيات ولا عكس. الواقع في الأمة هو العكس، وبالتالي مثلا هناك قضية طرحت بقوة وشغلت الرأي العام الإسلامي في دولة مثل ماليزيا و بلدان أخرى، عندما قيل إن بعض المطاعيم أو اللقاحات تشتمل على محرم أو تشتمل على مواد خنزيرية أو جيلاتين خنزيري أو كذا، بدأت الأسئلة تطرح هل يجوز لنا تناول هذا اللقاح أم لا إلى آخره. لماذا؟ لأنه متصل بدائرة النهي ودائرة التحريم، بينما أخذ هذا اللقاح مع التسليم احتوى محرم سواء كان خنزير أو غير خنزير هو خادم وحافظ بشكل رئيس وليس بشكل تحسيني لحفظ النفس المتصل بشكل أساسي بدائرة المأمورات. فيجب هنا وضوح هذا المبدأ في أذهاننا في التعامل مع نوازل الجوائح والأوبئة والطواعين، يدفعنا إلى أن يكون هذا المبدأ حاكم على كل المسائل والفروع والتفاصيل، وسينبني عليه بطبيعة الحال أن نقدم فتح الذرائع بدلاً من سدها. كل هذا طبعاً بالضوابط والأصول التي قررها العلماء. كلية التشريعية التالية الحاكمة والتي نرد إليها كل الفروع الخاصة بالجوائح والطواعين ومنها جائحة كورونا، وجوب الوقاية والتداوي. هنا تراثنا الفقهي ذاخر بالأقوال التي تدل أن التداوي مشروع أو مستحب أو مباح. وعندما عالج المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قضية نزع الأجهزة عن المريض الذي مات دماغه أو يؤس من شفائه، رد هذه المسألة إلى حكم أخذ الدواء، وقرر أن أخذ الدواء في أصله مشروع أو مستحب وغير واجب، وبالتالي غاية ما يمكن أن نصل إليه في تقرير جواز رفع الأجهزة عن هذا المريض الذي مات دماغه
أنه لم يأخذ الدواء، أنه امتنع عن أخذ الدواء، والامتناع عن أخذ الدواء مشروع ولا شيء فيه إلى آخره. الذي أراه والله أعلم أن الفقهاء عندما قرروا هذا الاختيار الفقهي كان بالنظر إلى عدم نفع الدواء أو ظنية عدم نفع الدواء في هذه الأيام. اليوم نحن نتحدث عن نسب إحصائية تقول إنه هذا اللقاح فعاليته راجحة بنسبة 90%، هذا فعاليته راجحة بنسبة 90%، عندما يلتزم الناس بالتباعد وبالكمامات من أنواع معينة تنخفض نسب الإصابات بمعدلات كذا في أيام كذا. أمام هذه المعطيات يجب أن يقرر الفقيه مباشرة. إذا قرر عنده أن من الكليات التشريعية وجوب الوقاية أن يلزم الناس وأن يقرر بأن هذه الأشياء التي ينبني عليها حماية نفسه وحماية الآخرين هي أشياء واجبة وليست مجرد مستحبة أو اختيارية بالنسبة للمكلفين. الكلية التشريعية التالية رد الأمر إلى أهل التخصص، وهذه نقطة في غاية الأهمية. أنا لاحظت مثلاً أن كثيراً من الناس يطرح على المفتين والمشايخ، هل يجوز أن أخذ اللقاح الخاص بكورونا أم لا؟ هل يجوز أن أخذ الدواء المخصص لكذا أم لا؟ هل إلى آخره. هنا الفقيه يجب أن يرد المكلفين وأن يؤسس توجهه هو إلى أهل التخصص. ماذا يقول الأطباء في هذه المسألة؟ ماذا يقول الأطباء في هذه القضية؟ ولذلك الدول نفسها تغير قراراتها ومواقفها في هذه الجائحة، تبدلت وتغيرت كثيراً منذ أن وقعت الجائحة إلى الآن بسبب تغير المعلومات، بسبب حديث الخبراء وأهل الاختصاص. الخبراء وأهل الاختصاص يقولون لهم إن الفيروس صار ينتقل، تمحور بالطريقة الفلانية، أصبح هناك إشكال. الفقيه يجب أن يكون متابعاً وعينه على أهل التخصص في هذه المسألة ويبني الأحكام على أقوالهم ما دامت مبنية على دراسات قوية ومعتبرة. الكلية التالية، وقد أشار إليها من سبقني من العلماء الأفاضل، تحقيق المناطات الخاصة والعامة، وهذه مسألة في غاية الدقة والأهمية، وبها يعرف الفقيه من غيره. ولذلك المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عندما أصدر فتواه في دورته التي عقدها بعد وقوع جائحة كورونا قبل عام تقريبا، انتهى إلى رأي استغربه كثير من الناس، وهو ترك تغسيل من مات بكورونا وعدم تغسيله أو تيميمه ودفنه بالكيس الذي خرج به من المشفى. بينما قال الناس، وبعض الناس تواصلوا معنا وقالوا يا جماعة منظمة الصحة العالمية أصلاً تقول إن يمكن تغسيل من مات بكورونا إذا أخذنا الاحتياطات والأمور الوقائية بدون حرج أو بدون إشكال، ولا حرج في ذلك، فيمكن التغسيل. المنظمة نفسها تقول أنه يمكن التغسيل بدون تعريض المغسل للخطر. الإشكال الذي فعله، الذي دفع المجلس إلى تقرير هذا الرأي، هو تحقيق المناط. أن المجلس حقق المناط في هذه المسألة بالرجوع إلى أمرين: الأول الأطباء وأهل الاختصاص، الثاني التجربة العملية التي قام بها أحد أعضاء المجلس من إيطاليا، وإيطاليا كانت وقتها يعني في مقدمة البلدان التي دخلت في الإغلاق التام بسبب كورونا، وقال إن المسألة شديدة التعقيد وشديدة الكلفة، ولا يتم التغسيل أو التيميم بالصورة الشرعية المنشودة أو المطلوبة. فحقق المجلس المناط الخاص والعام هنا، ورجح حفظ حياة الحي على إقامة أمر تحسيني أو تكميلي حتى وإن كان واجبا على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو تغسيل الميت. الكلية التالية هي تفعيل فقه الموازنات ومبدأ تعظيم المصالح. لا بد من إحياء فقه الموازنات في الأمة وإعلاء مبدأ تعظيم المصالح، وذلك بحفظ حياة الأحياء أولا،
وتقديم حفظ النفس على حفظ المال، سواء في حق الأفراد أو في حق الدول والحكومات. كل أغلب الأفراد والدول والحكومات خسروا أموالاً كثيرة مقابل حفظ الأنفس. أنا أقرأ أن خسائر شركات الطيران في أغلب الدول بالمليارات الآن. لماذا؟ لحفظ الأنفس، لأنهم قدموا حفظ النفس على حفظ المال. ولذلك أنا أرى أن الناس في مجموعهم والحكومات في مجموعها، إلا بعض التناقضات يعني الغريبة والعجيبة في هذا الباب، أعملت فقه الموازنات وعظمت مبدأ تعظيم المصالح مثل ما قلنا. أيضاً من تفعيل هذا المبدأ أن حفظ حياة الجماعة مقدم على حفظ حياة الفرد وحده. كلية تالية هي أن الغالب كالمحقق والمتوقع القريب كالواقع. لا يمكن أبداً مع الجوائح التي تفتك بالناس والتي تؤدي إلى إصابة الملايين. اليوم أعداد الذين أصيبوا في العالم بكورونا في أغلب الدول تجاوزوا 2 مليون، وفي العالم كل أعدادهم بالملايين، والذين ماتوا كذلك ألوف مؤلفة، مئات الآلاف الذين ماتوا بالكورونا. لا يمكن أمام هذا الواقع أن أقول أنا أحتاج إلى شيء قطعي يقيني حتى أرتب الحكم الشرعي أو أقرر الفتوى على أساسه. لا، أنا أحتاج إلى شيء مقطوع به، ولا أكتفي بغلبة الظن حتى أقبل أن أخذ اللقاح أو أن أخذ الدواء الذي يحميني من الإصابة بفيروس كورونا. يقولون إن اللقاح فقط لن يحمي إلا لمدة 2 سنين، ومن الأجيال التي ظهرت حتى الآن، أما الأجيال الجديدة التي تظهر بعد ذلك فلا يحمي منها. طيب يا أخي، ما هو أنت يعني هم حمايتك من القائم الآن ومن 2 سنين بغلبة الظن، هذا كافي جدا في أن تقرر أن تأخذ اللقاح أو لا تأخذه، وإلا فهذا يعني عمليا أنك تقدم الهلاك والموت على السلامة والحفظ لنفسك وللآخرين. أخيرا، مبدأ أو قاعدة أو نظرية التقريب والتغليب الذي نظر لها وأطال النفس فيها شيخنا الدكتور أحمد الريسوني هي من أيضا المبادئ الفقهية المهمة التي يجب أن تفعل في فقه الجوائح والنوازل، لأن التقريب والتغليب يلجأ إليه عند استحالة أو صعوبة أو تعذر أو تعقد أن يأتي الإنسان بالصورة المنشودة الكاملة كما يريد كما يحب هو. فعندما يتعذر هذا نأتي إلى المقاربة، نأتي إلى التقريب ونأتي إلى التغليب كما فعلنا في كثير من المسائل. هل صورة الصلاة المتباعدة الموجودة في المساجد الآن هي صورة صحيحة؟ شيخ علي أنت تصبر علي، أنا لا أدري إذا كنت تجاوزت الوقت ولا أنت سيبني كده. طيب هتعطي أنت من فضلتك من وقتك 30 ثانية، فأنت خسر من وقتك. أنا أشتغل في 30 ثانية بتوع الشيخ سالم، لأن هم فيهم بركة وهم أضعاف مضاعفة إن شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء. وكلام فضلتك حقيقة طيب. حرام حرام يقطع كلام فضلتك لجماله وحلاوته، حرام يقطع. الله يرضى عليك. أنا سأختم الآن. يعني مثلا الصلاة المتباعدة التي تتم في المساجد، وأنا شخصيا كتبت في هذا الموضوع، كتبت معارضا له في أول ما وقعت الجائحة، وعندما غلب على ظننا من خلال ما نقل إلينا من البحوث الطبية ومن كلام الأطباء أنه الإشكال لا يرتفع بهذه الصورة التي تتم، وكان الحديث عن أنه الجائحة سترتفع وسيجدون لها حلا خلال 5 أشهر أو 6 أشهر، ثم تبدلت هذه المعلومات ووجدنا أن الجائحة أمدها غير معلوم ولا ندري متى ستنتهي. يعني يمكن أن نبقى في إغلاق للمساجد وتوقف عن الجماعات إن رفضنا الصلاة المتباعدة. الآن إحنا وصلنا إلى 2 سنين الآن، ولا ندري متى سيرتفع الأمر ونعود إلى الصلاة الطبيعية. عندما يكون الفقيه مخير بين صلاة متباعدة وبين ترك الصلاة بالكلية لـ2 سنين، لا شك أنه سيختار الصلاة المتباعدة وسيفعل هذه الكليات التي تحدثت عنها، والتي من بينها التقريب والتغليب.
احنا بنحاول ان احنا نقرب ونحاول ان احنا نغلب الصحة على البطلان والفساد حتى تكون العبادة صحيحة وتبقى المساجد مفتوحة ما لم تتعرض حياة الناس وأنفس الناس إلى الخطر. أكتفي بهذا القدر وأعتزل الإطالة وجزاكم الله كل خير. كرمكم الله فضيلة خالد حنفي على هذه التطوافة الجميلة الرائعة الممتعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تفضل به مشايخنا الأجلاء، فضيلة الشيخ سالم الشيخ حفظه الله، فضيلة الشيخ كمال عمارة أكرمه الله، وفضيلة الدكتور خالد حنفي حفظه الله. الآن يعني وجدت عدد من الأسئلة كتبت على الشات، إن شاء الله أطرح الأسئلة على حضراتكم، وأرجو من المحاضرين الثلاث أن يعني إما أن أوجه السؤال لواحد من حضراتكم، وإما أن يعني تفضل أحدكم مشكورا بالإجابة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وبعد الانتهاء من الأسئلة التي كتبت على الشات، إذا كان في متسع من الوقت إن شاء الله الإخوة الذين رفعوا أيديهم سيكون لهم بعد ذلك إن شاء الله المجال. السؤال الأول: هل هناك شروط لابد من توافرها في العالم الذي يفتي في المستجدات وفقه النوازل؟ الشيخ فضل الشيخ سلام الشيخ، كان هذا السؤال أثناء محاضرتكم. الصوت شيخنا مغلق عندكم. ممكن أخي تقرأ مجموعة من الأسئلة ونقسمها بين الإخوة يعني. طيب حاضر. إذا كان في إمكانية ما فيش بأس إن شاء الله. حاضر. السؤال الثاني: هل علم المقاصد مستقل بذاته أم هو ملحق بعلم أصول الفقه؟ السؤال الثالث: ثلاثة أسئلة متداخلة حول شراء البيوت، فضلتم شيخنا فضلت الشيخ سلام الشيخي بإجابة جزء منها، والباقي يعني طلب حكم شراء البيوت بصفة عامة من البنوك التقليدية. وتكملة السؤال: المقاصد والكليات التي اعتمد عليها المجلس الأوروبي في هذه الفتوى. والجزئيات الثالثة التي تفضلتم بها شيخنا على الشات، وهي فتوى مجمع فقهاء الشريعة. السؤال الرابع: التعامل، ما حكم التعامل مع العملة الجديدة؟ السؤال الخامس: حكم التداوي بمستخلص الزهور، علما بأن هذا المستخلص ينقع في أقوى أنواع الكحول ثم يستعمل بعد ذلك على شكل فترات. السؤال السادس: هل يكفي الزواج المدني الأوروبي دون الزواج الشرعي؟ طيب شيخ، احنا أسئلة أخرى يعني، ممكن هذا فقط يعني ست أسئلة إذا سمح الوقت، وبعدها إن شاء الله. طيب الأسئلة الثلاثة الأولى مرتبطة بما ذكرت وسأجيب عنها بسرعة. يعني بالنسبة للشروط التي تحدث عنها الأخ، هي ترتكز على أمرين اثنين في الحقيقة. هو شروط تتعلق بالأهلية، أهلية المجتهد، وهذه شروطها موجودة في كتب الأصول، ما هي الحد الأدنى من الشروط التي الواجب توفرها في المجتهد، وإن كانت في أكثرها تميل إلى الاجتهاد المطلق للاجتهاد الجزئي. لكن من الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة عند المجتهد، خاصة فيما يتعلق بالأصول، بالمقاصد، إذا انفكت هذه الشروط يكون اجتهاده المقاصي بعيدا عن مقاصد الشرع. وفقه بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية والضوابط المقاصدية، وفقه بالواقع الذي يعيش فيه، وخارطة الواقع خارطة معقدة جدا. وما زلت إلى يومنا هذا أستغرب أن كثرة حديث العلماء عن الواقع، لكن لا يوجد نموذج أو موديل يمكن القياس عليه، يمكن أن يسير عليه العالم حتى يشعر أنه قد اقترب من فهم حقيقة النازلة
وهناك مفروض يفترض أن تعرض مجموعة من النماذج التي تعين المجتهد على فهم الواقع والواقع. وهناك فقه آخر وهو فقه بالضوابط، ضوابط وقواعد الترجيح، هذا مما يعين خاصة في زماننا هذا. لا أتصور اليوم النوازل، أكثر النوازل اليوم هي نوازل تتزاحم فيها المصالح والمفاسد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في مسألة شراء البيوت بالقروض الربوية، أنا ضربتها كمثل وتصلح أن تكون ويمكن تقريبها، يعني تركت التمثيل إلى حين الأسئلة. المسألة كالتالي اختصارا، يعني المصلحة شراء البيوت هي مصلحة تتعلق بحفظ النفس، لأن المسكونات والمركوبات والمأكولات والمطعومات كلها تعود إلى حفظ النفس، ومفسدة القرض الربوي هي مفسدة تعود إلى كلية حفظ المال، لأنها عقد من العقود الربوية المتعلقة بحفظ المال. الآن درجة المفسدة، درجة المصلحة الموجودة في شراء البيت، المجلس الأوروبي تكلم عن درجتين، درجة الضروري ودرجة الحاجة. الضروري ألا يجد الإنسان مكانا يأويه، أو لا يجد من ناحية العملية، لا يجد من يؤجر له، والحاجة أن يجد مشقة وحرج شديد جدا في 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 التملك هذا البيت. والدرجة التحسينية وهو الدرجة الزائدة التي أخرجها المجلس الأوروبي من الفتوى. ومفسدة الاقتراض الربوي هي عند جمهور العلماء ملحقة بالمفاسد التي تعود إلى الضروري في حفظ المال، وعند الشاطبي وغيره من العلماء هي تعود إلى الحاجي من حفظ المال. والإمام الغزالي رحمة الله عليه توقف في إلحاقها بين الضروري والحاجي، لأن مفسدة الربا هي خلل في التعاقد لا تؤدي إلى ذهاب أصل المال، رغم أن القواعد التي ذكرها الشاطبي لضبط مفهوم الضرورة تنطبق على القرض الربوي. فإذا هي تدور بين أمرين، بين ضروري في حفظ المال وضروري وحاجي في حفظ المال. بقيت موضوع الموازنة الآن ما بين ضروري في حفظ النفس وضروري في حفظ المال، فتقدم في ضروري في حفظ النفس يقدم على الضروري في حفظ المال قولا واحدا. وأيضا الضروري إذا كانت شراء البيوت في حال الضرورة، والضروري في حفظ النفس إذا تزاحم مع الضروري في الحاجة في حفظ المال، فيقدم أيضا الضروري في حفظ النفس. إذا قلنا بأن شراء البيوت هو حاجي، فعندها لا نقول بالمنع إلا إذا قلنا بأن الربا ملحق بالضروري في حفظ المال. والقول الذي عليه الشاطبي وكما قلت لكم عدد من العلماء أن الربا ملحق بالحاجي في حفظ المال، فيكون عندها التعارض بين الحاجي في حفظ النفس والحاجي في حفظ المال، فيقدم هنا على الجواز. وهذا الذي ذهب إليه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، لأن أقوى استناد إليه المجلس الأوروبي هو قاعدة أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وهنا تنقل، إذا قلنا بأن السكن وهو حاجة تصف بصفة العموم، سينتقل إلى مرحلة الضروري الخاص، وعندها سيجيز الاقتراض الربوي. أنا سأركز على هذين لأني لا أدري البقية. بالنسبة لفتوى المجمع، نعم، مجمع فقهاء الشريعة، الفتوى في مجمع فقهاء الشريعة خلاصتها، نهايتها، زبدتها تؤول إلى ما قال به المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، إلا أنها فيها شيء من التفصيل. نعم شيخنا، أيضا يخصكم هذا السؤال أو يخص محاضرتكم، هل علم المقاصد علم مستقل بذاته؟ علم المقاصد لم يصل إلى مرحلة أن يكون علما مستقلا بذاته، بل هو جزء من المنظومة علم الأصول، لأنه هو جزء في الأساس، هو جزء من مرحلة من مراحل الاجتهاد، ضابط لمرحلة من مراحل الاجتهاد، مرجح في مرحلة من مراحل الاجتهاد، فهو داخل في علم الأصول. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله جعله في منظومة علم الأصول في كتابه الموافقات. اليوم مع كثرة الكتابة فيه، وإن كانت أكثر ما كتب في علم المقاصد اليوم ليس له علاقة بمنح الاجتهاد، تكلموا عن المقاصد بالمنح الفلسفي، بالمنح الفكري، بالمنح النهضوي والحضاري، وهذه كلها معاني مطلوبة، لكن الأساس أن علم المقاصد في أساسه هو علم يساعد المجتهد على الاقتراب من مقصد الشارع بالأحكام بالأحكام الشرعية، أو هو الضابط الذي يضبط، يعني لأن الخروج عن المقاصد في حالة الاجتهاد هو الذي يولد الشذوذ الفقهي. فما من فتوى تحكم عليها بالشذوذ إلا وهي خارج عن المقاصد، وهو الذي يولد الاضطراب الفقهي. فما من فتوى مضطربة إلا فتوى متضاربة مع
مع المقاصد. فلذلك كان علم المقاصد في الأساس هو جزء من منظومة علم أصول الفقه، مهما توسعت مفرداته ما زال جزء من منظومة علم أصول الفقه، كعلم الترجيح أو غير ذلك من بعض العلوم، أو حتى مسائل التي فرضت كأجزاء من علم الأصول لكن لم تصل أن تكون علما مستقلا، يعني يوصف بوصف العلم المستقل. أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. أرجو من فضل الشيخ كمال وفضل الدكتور خالد أن أيضا يعني يجيبوا على باقي الأسئلة. حكم الزواج المدني الأوروبي دون القيام بالزواج الشرعي على يد المأذون أو الإمام. نعم، الزواج المدني إذا تم أمام الهيئات المدنية العادية وتوفرت فيه الشروط الأساسية فهو شرعي، باعتبار أن إقامة الزواج أو العقد الشرعي في مسجد أو أمام إمام هذا ليس بشرط من شروط الزواج. فالركن الأساسي من أركان الزواج أو الركن الوحيد طبعا هو الإجاب أو هو الرضا القلبي المعبر عنه بالإجاب والقبول، وبقية الأشياء هي شروط لصحة الزواج، فهي ركن وشروط، فإذا توفرت في أي مكان أو زمان فهو عقد شرعي إن شاء الله تعالى، وإن كان الأولى والأنسب والأحسن ما تعود عليه المسلمون من تثبيت هذا الزواج في الهيئات الشرعية، لكن هو زواج شرعي. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. فضل الدكتور خالد حنفي هذا السؤال أيضا أتى في محاضرتكم، حكم الذهاب للعزاء والجنائز مع وجود احتمالية العدوى وانتقالها. يعني أنا ظننت أن مداخلتي ستخرجنا من الفروع والجزئيات، لكن أيضا بقينا فيها مما يؤكد على حجم الإشكال. على كل حال، إذا طبعا غلب على الظن أنه أن الأخذ بالاحتياطات لن تتوقف أو تتجنب معه الإصابة أو العدوى، فلا يذهب، يمتنع عن الذهاب إلى ويمكن أن يؤدي هذا الواجب باتصال أو برسالة أو بأي وسيلة من الوسائل القائمة والمتوفرة بفضل الله. الله أعلم. أحسن الله لكم أستاذنا. أيضا سؤال أتى في أثناء مداخلتكم أيضا، حكم تقديم بعض الأطباء لجهاز التنفس الصناعي للشباب على كبار السن. هذه القضية تحدث عنها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في فتوى من الفتاوى، أنا أشرت قبل قليل إلى الكلام إلى أنه لا يجوز شرعا أن يقدم شخص على شخص في العلاج أو في التنفس بالمجاملة أو بالهوى أو بالخروج على القيم الأخلاقية الإسلامية، إنما الترجيح يكون بحسب الاستفادة وإمكانية حفظ النفس. فإذا كان الطبيب ليس أمامه إلا جهاز واحد فقط، واستفادة هذا المسن من الجهاز شبه معدومة، هو أشرف على الهلاك، أشرف على الموت، واستفادة الشاب منه شبه مؤكدة، يبقى يعطيه للشاب ويترك الكبير السن. إنما إذا كان الشاب يمكن أن يقوى على الانتظار يعني بعض الوقت أو بعض الأيام، وكبير السن لا يستطيع أن يصبر وحالته يتوقع أو يتغيى من ورائها أن تتحسن أو أن تتطور، فيؤخر الشاب ويبقي على المسن وهكذا. الله أعلم. حتى شيخنا لو قوانين تحكم الأطباء غير ذلك؟ القوانين في أغلبها هي قوانين أخلاقية، يعني ترد الأمر إلى الجانب الأخلاقي. فإذا كان القانون يتعارض مع الجانب القيمي أو الجانب الإنساني أو الجانب التساوي الذي قررناه، فيرجع الطبيب في هذه الحالة إلى التعامل مع الأمر كما يتعامل مع القضايا الأخرى التي يحصل فيها هذا التعارض. كيف يمكن أن يوازن، كيف يمكن أن يعتذر، ينيب غيره إلى آخره، لكن أنا اللي يعنيني هو تثبيت المبدأ. أحسن الله لكم شيخنا الفاضل.
ما زال في بعض الأسئلة على شيوخنا وأساتذتنا. في سؤال حول البيتكوين أظن، صح؟ العملة الجديدة بصفة عامة، نعم. نعم، العملة الجديدة. لكن أنا أبحث عنها ما وجدتها. المهم إذا لكن رأيتها قبل قليل السؤال هذا. في الحقيقة هذه من الأمثلة الواضحة جدا في ضرورة دراسة الواقع بشكل جيد. هذه نازلة جديدة وتحتاج إلى دراسة مستفيضة لتمثل وفهم هذه النازلة لإطلاق الحكم عليها، وإلا لن يكون أي حكم مقبول أو صحيح أو معقول دون فهم هذه الظاهرة. وفي الحقيقة الآن خاصة على مستوى الاقتصاديين الإسلاميين والمسلمين لم يقوموا بدراسات مستفيضة في هذا الجانب، لكن عموما لذلك اختلفوا فيها. ذهب البعض إلى أنه لا يجوز التعامل معها أو بها، وذهب البعض الآخر إلى جواز التعامل بها. وأنا من خلال اطلاع بسيط هكذا أميل إلى رأي يفرق ويميز، لأن البيتكوين هذه والعملات الرقمية هي عملات رقمية إلكترونية مشفرة ليس لها غطاء، يعني ليس لها قيمة مقابلة، ليس لها غطاء مادي قيمي كذهب أو فضة أو أي سلعة أخرى مقابلة. فأنت تشتري هكذا يعني ما أعرف قيمة هلامية فضائية افتراضية إلكترونية ليس لها مقابل. فهذه يميل الإنسان إلى يعني إلى منع التعامل بها لاستمالها على الجهالة واحتمال الغرر الكبير. لكن هنالك عملات الآن لها غطاء مادي، يعني جعل لها غطاء مادي، هذه يمكن التعامل بها وشرائها من غير أي شك. وقد سئلت قبل أسبوع أن إحدى الشركات الكبرى في النرويج وهي شركة طيران نرويجيا عرضت أسهمها للشراء، ومن بين طرق شراء هذه الأسهم البيتكوين. طبعا هنا لا شك أبدا في أنه أو أظن أن المسألة تميل إلى القول بالجواز في شراء البيتكوين أو استعمل البيتكوين هذه لشراء هذه الأسهم، لأنها مقابل قيمة معلومة محددة مضبوطة في السوق وفي البورصة. قد يحتج محتج ويعترض معترض بأن الدولار نفسه ليس له قيمة، ليس له غطاء قيمي، وهذا صحيح، لأن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات، في بداية السبعينات أظن سنة 1971، قد فصلت الدولار عن الذهب في خطوة يعني مشهورة جدا، وتبيعها بعد ذلك العالم كله. قال طيب حتى الدولار ليس له يعني غطاء قيمي، كيف تبيح التعامل بالدولار وشراء ولا تبيح تعامل التعامل بالعملات الرقمية وشراءها؟ نقول طبعا لأن الدولار قد تعارف الناس كلهم وتواطؤوا على التعامل به وشرائه، ومن كثرة التعامل به واعتماده واعتراف الدول كلها به ووجوده في كل البنوك المركزية، صار يعني هذه ضمانة من كل السلطات الرسمية في كل دولة لقيمة هذه الدولارات في بلادها، فصار المسألة جائزة. حتى البيتكوين إذا صارت مثل هذه الطريقة اعتمدت في كل البلدان، اعتمدت من كل البنوك المركزية وصارت يعني محمية من هذه البنوك، طبعا يجوز التعامل بها في هذه الحالة. إذا نقسم نحن الآن ما يتعلق في البيتكوين العملات الرقمية، إذا كان لها مقابل، إذا كان لها سقف قيمي كاعتمدتها مثلا شركة معروفة لها شغل معروف وباعت أسهمها به، فربما يجوز. إن لم تكن كذلك فاختلفوا فيها كثيرا، فمنهم من أجاز ومنهم من لم يجوز. أنا رأيي أن يتجنب المسلم التعامل بهذه العملات في هذه الحالة بالذات عندما لا يكون لها غطاء قيمي، إلى حين تبين الأمور وإلى حين أن تتخصص المجالس الفقهية والمجامع الفقهية في بيان حكم ثابت ونهائي فيها إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل. محلي الشيخ علي، فضل. نحن ناقشنا في دورتين في المجلس الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الإلكترونية، ولم ننتهي بعد إلى رأي لمسألة واحدة، وهي أن الصورة أو تكوين التصور الصحيح عن العملة غير مكتمل، وشروط الاعتبار العملة عملة هي ليست فقط وجود القيمة أو وجود يعني المقابل لهذه القيمة الضمان، إنما هناك عدد كبير من الشروط تحتاج إلى تحقق في العملة الإلكترونية. قد يكون الحكم هنا ليس هو المنع ولا هو الجواز، الحكم هنا هو التوقف.
لأن الجواز حكم والمنع حكم، والحكم ينبغي أن يكون مبني على تصور كامل. ولذلك نحن في المجلس الأوروبي توقفنا إلى حين استكمال البحوث، ليس البحوث في الناحية الشرعية فقط الاستدلالية، إنما في استكمال أدوات النظر، تصور المسألة ابتداء مازال تشوبه كثير أو يشوبه كثير من الغموض. ولهذا يعني هذا بس احببت ان اقول به كلام قضيه الشيخ كمال. نحن في المجلس اجلنا لاجل هذا السبب ولاجل عزمه استكمال البحوث، واقول بان حتى علماء الاقتصاد حتى يعني الغربيين انفسهم ما زالوا الى يومنا هذا لم يحسموا القول في العملات الالكترونيه، وبعضهم يظن انه قد حسم فيها القول، لكن جاءت الاحداث الاخيره يعني الشهر الماضي فقط اثبت ان المساله غير محسومه. تدخل شخص واحد يملك يعني ثاني أغنى رجل في العالم لبيتكوين فقط والعملات الأخرى، انظر ماذا وين وصلت وكم قيمتها الحقيقية. فإذا ما زالت المسألة تحتاج إلى معايير كثيرة جدا لمعرفتها، عندها يمكن الحكم عليها بالمنع أو بالجواز. ويبقى الحكم الحالي الآن هو التوقف، عدم وجود الحكم، يعني هو الحكم الآن هو عدم وجود حكم بالنسبة للمفتي، وهو أنه يقول أنني لا أدري لأنه لم يستكمل الصورة الحقيقية أو التصوير الحقيقي للمسألة، والله أعلم. كرمكم الله شيخنا فضيلة الشيخ سالم. أيضا شيخنا فضيلة الشيخ سالم شيخي، فيه سؤال يتعلق بمداخلتكم، سؤالين في بعضهما البعض، يتعلق بحكم الجيلاتين في حلو الأطفال، وهل يتغير الحكم بسبب التحول أو نظرية الاستحالة؟ هو بالنسبة للجيلاتين، أنا من خلال البحث الذي كتبته وزيارة المصانع، وهي على فكرة من أقبح المصانع التي تزار وأسوأ المصانع يعني للروائح التي يعني الجيلاتين يحدث ما يتعرض له، تتعرض له العصب والجلد وبقايا العظام، قليل طبعاً ما اللحوم غير موجودة أصلاً، تعرض للضغط العالي جدا والتحولات الكيميائية تنقلها نقلا كاملا إلى مادة أخرى لا علاقة لها بالمادة الأصلية. بقي ما يتعلق بالجيلاتين الخنزير، يعني الجيلاتين الحيواني الآخر أنا أتكلم كله يتغير، بقي الجيلاتين الخنزيري، وهو أنه في مرحلة تحت الكاميرا أو الإشعة المعينة من الأشعة التي تكشف على الجزيئات أنه وجدوه لا يتغير تغيراً كاملاً. وبقي السؤال، هل هذا النوع من التغير هو المطلوب لإصدار الحكم الشرعي؟ والصواب أن هذا غير مطلوب لإصدار الحكم الشرعي، التغير في الكيمياء العضوية لمادة الجيلاتين هو غير مطلوب. ولذلك ذهب المؤتمر الثامن الطبي في الكويت إلى جواز الجيلاتين الخنزير وهو محل الإشكال، وجواز ما دونه طبعاً، وذهب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إلى جوازه كذلك وتطبيق نظرية الاستحالة. ونظرية الاستحالة هنا يأتي التخريج، هو لأنها من المسائل المخرجة عن المسائل القديمة، وهو عليها جمهور الفقهاء أن الحكم يتبع العلة متى ما يعني تغير معها الحكم، ولذلك يعني جاء القول بالجواز. أكرمكم الله شيخنا الفاضل. نستمع الآن إلى سؤال من أخونا عبد الله ورفع إيده على اسمه، ويلي أختنا هبة. تفضل أخونا الفاضل عبد الله. رفعت يدك أخي عبد الله على صورتك. أختنا هبة تفضلي لو حضرتك عندك سؤال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أريد أن أشير إلى مسألة يعني نواجهها في إيرلندا وفي كثير من الدول الأوروبية، هي قضية خطاب الفقهاء والأئمة للمسلمين في أوروبا حتى في خطب الجمعة. يعني كثير ما أشار المحاضرين إلى المجامع الفقهية، ومع تعاملي مع المسلمين الكثير منهم لا يعلمون أصلاً بوجود هذه المجامع، وهذا قصور يعني في هذه المجامع أيضاً، لأن ما فيش عليها دعاية كافية. قضية اختلاف العلماء وذكر قصور فقه النوازل،
يعني أيضا أعتقد أن العلة كما تعلمون في هذا الاختلاف هي الاختلاف على نتيجة أو نتائج أو مآلات الأحكام، والمآلات في الغالب يعني متعلقة بفهم الواقع بمعايشته بالدرجة الأولى. فكيف يتأتى للفقيه العلم بالواقع الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقضايا العامة، ومعظم أو الكثير من الفقهاء الموجودين على رؤوس المساجد يجهلون لغة البلد الأوروبي وثقافته وتاريخه ونظامه التعليمي والفلسفي، وأيضا النظام السياسي العالمي والاجتماعي والاقتصادي. يعني أرى أن الكثير من مشايخنا الفضلاء حتى في المخالطة يعني يقتصرون في علاقاتهم على فئة معينة داخل حتى المجتمع المسلم في الغرب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية صياغة الفتوى، صياغة الفتوى أو الخطاب في حتى خطب الجمعة. يعني أحيانا يصل المجتهد إلى استنباط حكم صحيح، لكن الأمور اللي القصور في بعض الأمور اللي أشرت لها يؤدي إلى أن الفتوى لا تصل لعقول الناس. يعني أحيانا خاصة مع الشباب يعني عندما ينظرون إلى تحليل الفتوى العلمي أو صياغتها يشعرون ببساطة يعرضون عنها، لأن يشعرون أن هذه الصيغة يعني تفتقر لأدنى شروط البحث العلمي، فيعرضون عنها بالأساس لأن يحسوا أن هي يعني بسيطة، أو يحسوا أن هي غير مختصرة أو غير واضحة ولا تخاطب المسلمين الأوروبيين. إذن يعني حضراتكم أشرت إلى الكثير من الكلام النظري في شروط في تطبيق فقه النوازل أو شروط فقه النوازل، لكن نحن محتاجون أن ننزل هذه الشروط على الواقع العملي، وربما نحتاج إلى صناعة مجتهدين تكون عندنا برامج عملية في أن نحن نصنع مجتهدين ونطور أئمة المساجد الذين يتعاملون مع المسلمين الأوروبيين بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. وهذا ما يعمل عليه السياسيون الآن في الغرب، يعني هم بدل ما أخذوا الكلام هذا النظري كله يعني الآن يعملون على إقامة مؤسسات لإعادة تأهيل أئمة المساجد. فلماذا يعني لا تكون لدينا المبادرة كمسلمين أو كمجامع فقهية بتأهيل هؤلاء الأئمة؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أختي هبة. لو حد من أساتذتنا له تعليق على سؤال الأخت هبة. الشيخ كمال بصفته هيئة الأئمة الأولى بالخطاب وتوصيله وتفعيله، ويعني قد أثمرت وأنتجت إنتاجا جيدا ومتميزا مقارنة بما مضى في المرحلة الأخيرة، هو أولى بهذا التعليق يعني. والشيخ طه أيضا. لكنت أود أن تكون معلقا على كلمة الأخت هبة المهمة جدا شيخ خالد، كنت منتظر، لكن لا بأس. في الحقيقة هذه معضلة أخت هبة كما تعلمين، وكما تنتناول على مستويات متعددة في مؤسساتنا الأوروبية معضلة فيما يتعلق بالقائمين على الشأن الشرعي، سواء كان أئمة خطباء أو فقهاء، فيما يتعلق بطبيعة الارتباط والفهم للواقع الأوروبي مع غياب بعض المقومات الأساسية كلغة البلد والانخراط كذلك في المجالات المجتمعية. فهذه مسائل مهمة جدا. نحن الآن نسير بمستويين اثنين. المستوى الأول هو مثل ما ذكرت أنا في ورقتي هي الشراكة المعرفية، وهذه مسألة مهمة جدا. وأنا أظن الأخوة مثلا على مستوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قد تركزت لديهم، أصبحت عادة وقاعدة من قواعد البحث في المسائل هي الاستعانة بأهل التخصص في القطاع الأوروبي في كل المجالات. فمسألة طبية يستعينوا بالأطباء والعلماء، مسألة هندسية يستعينوا بالمهندسين، فكل مسألة يستعينوا فيها. فنحن ربما نتجاوز، نحاول أن نعالج هذه المسألة بالحرص على شراكة معرفية فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والاستفادة من كل الطاقات العلمية الموجودة في على الساحة. ثاني حاجة هي التأهيل،
ونحن الحمد لله بدأنا أظن في أكثر البلدان الأوروبية الآن في تأهيل شرعي لأئمة وخطباء خاصة من أبناء البلاد الأصليين من الذين ولدوا في هذه البلاد الأوروبية أو لهم معرفة دقيقة جدا بلغتها. هذا هو. مسألة أخرى وأخيرة تنبه يعني للموضوع ليس بهذه القتامة، بمعنى نحن عندنا نماذج رائعة جدا نيرة جدا في خطباء متمرسين في الخطابة ومتمرسين كذلك بالواقع الأوروبي وبلغة بلادهم ومنخرطين انخراط تام في المجال المجتمعي. ففي نماذج جيدة ونحن الآن في طور التعامل مع هذه الظاهرة إن شاء الله، وأظن أن وصلنا إلى مرحلة الوعي إن شاء الله في التعامل معها. إذا في إضافة من الشيخ خالد أو طه تفضلوا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفي الحقيقة يعني خلينا ننتقل من ألمانيا إلى المجلس الأوروبي بشكل موجز وسريع. يعني نحن بفضل الله عز وجل في هيئة العلماء والدعاة منذ قرابة 2009 أو 2008 إلى الآن، يعني عبر الدورات التكوينية للأئمة والدعاة، يعني عشرات الدورات والندوات واللقاءات، جهد كبير جدا، وشيخنا الشيخ سالم زارنا يعني عشرات المرات، وشيخنا الشيخ خالد يعني كان رئيس الهيئة لفترة طويلة، وما زال الرؤساء لا يستقيلوا يعني. يعني أثمرت الدورات التكوينية للأئمة والدعاء إخوة وأخوات إلى تغيير الخطاب، أو تطوير بمعنى بعبارة أدق إلى تطوير الخطاب بشكل ملفت وعظيم وواضح جدا جدا بفضل الله عز وجل. وأصبح عندنا دعاء مكونين تكوين معاصر شرعي معاصر من أبناء الأجيال الجديدة. المجلس الأوروبي منذ انطلاقته الجديدة منذ سنة تقريبا وشهرين، الحمد لله رب العالمين أصدرنا دليل للإمام في الواقع الأوروبي، لم يأخذ صداه بعد، ولكن قريبا إن شاء الله يخرج باللغة العربية واللغة الفرنسية. عندنا أيضا كتاب تم الانتهاء منه وكتبه فضيلة الشيخ الهادي اسمه كتاب الإمام. هذا كتاب أيضا موضوعه محددات الخطاب الدعوي للإمام الأوروبي، يقع في 100 صفحة، وقريبا إن شاء الله سينشر. عندنا كتاب تحت الإعداد لشهر رمضان زاد الإمام الأوروبي، به مجموعة من الخطب النموذجية والفتاوى والموضوعات الجديدة والأفكار الرائعة، فانتظروا سيخرج قريبا. وعندنا إصدارات يعني تحت الإعداد. وفضلا عن ذلك أيضا أعددنا مشروعا في المجلس الأوروبي للأئمة، هو مشروع تكوين الدعاة من أبناء هذا الجيل الذين ولدوا في أوروبا، وكنا يعني سنخرج به إلى الميدان لولا ظروف كورونا، لكنه تحت الإعداد. وفضل الشيخ كمال يقوم بدورات تكوينية في النرويج كنموذج مصغر لهذا المشروع الواعد الكبير، وسيكون بمعية مشايخنا اللي هم حاضرين معنا، شيخنا الشيخ سالم والشيخ خالد وجميع مشايخنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ما بنقولش احنا وصلنا للمستوى المأمول أو يعني، ولكن احنا على الطريق الحمد لله، وفي ثمار عظيمة جدا وستكون أعظم. والدليل على ذلك هذا الحضور، وأقول الندوة أصلا تخصصية، يعني ندوة أصولية ليست سهلة. لما نسمع مثلا مداخلة فضيلة الشيخ سالم اللي هي في نصف ساعة تحتاج تتفكك في ساعتين ثلاثة، مداخلة الدكتور خالد اللي هي بتدرس في 14 ساعة في نصف ساعة، وشيخنا الشيخ كمال مداخلة القيمة المكتوبة أيضا، ويصبر عليها 187 شخص موجودين معنا كلهم كوادر أئمة وأساتذة وجامعيين، فدلالة عظيمة على التقدم إن شاء الله. ولكن نحن بحاجة لمزيد من التطوير والنصح إن شاء الله. بارك الله فيكم. بهذا أخواتي وإخواني الأفاضل نصل إلى نهاية الوقت المحدد لهذه الندوة. أعتذر لباقي الأسئلة التي تفضل بها الإخوة والأخوات، ولا يسعني في ختام هذه الندوة إلا أن أشكر مدى الله تبارك وتعالى الذي يسر عقد هذه الندوة، ثم الشكر الجزيل لأساتذتنا فضيلة الشيخ كلم الشيخ حفظه الله، وفضيلة الشيخ كمال حفظه الله، وفضيلة الدكتور خالد أكرمه الله، والشكر الجزيل لكل من ساهم ونظم وساعد على إتمام هذه الندوة، والشكر
للإخوة والأخوات الحضور جميعا، لولاهم لما كان هذا اللقاء ولا هذه الندوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود بالقبول والتوفيق والسداد يا رب العالمين. ونختم بدعاء من أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور أحمد خليفة الحاضر دائما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أعماله. آمين. أستاذ الدكتور أحمد خليفة، طيب تحول إلى غيره. الشيخ عينات، نختم بدعائكم. الشيخ سالم ممكن تفضل. طيب ومش موجود حد يعني دكتور خليفة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولسائر أرحامنا وأقاربنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وللمؤمنين أجمعين، اللهم اغفر لنا ولهم وللمؤمنين أجمعين، واجعل دعاءنا صلة لهم يا رب العالمين. اللهم أهلك وها وزكها أنت خير من يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا أجرها، اللهم اجعلنا ممن يختمون هذه المجالس ويقال لهم قوموا مغفورا لكم يا رب العالمين، واجعله من المجالس المقبولة يا رب العالمين عندك يا رحمين. اللهم وفق هذه الهيئة إلى ما تحب وترضى، ووفق إخواننا جميعا إلى ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم مولانا. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمتم في رعاية الله.